هذه تحية لجمعية سند التي سنواكبها قبل احتفالها السنوي. أقول مساء الخير من معراب عبر الـ LBCI LDC لبنان الحر وموقع القوات اللبنانية الإلكترونية. بين المبادرات المطروحة للخروج من المأزق والمبادرات المضادة وصولا إلى النصف زائد واحد، ووسط توتر المتفجر في مجلس الوزراء على خلفية التعيينات الأمنية ووضع أرسال، أين يقف سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية؟ هل بالإمكان القيام بشيء أم صار الاستسلام مطلوبا بانتظار تغيير الصيغة، خصوصا ونحن نشاهد خرائط المنطقة تتدهور؟ هل يشد العصب المسيحي في مصالحته المقبلة المنتظرة مع ميشيل عون أم لم تعد الأمور تستحق؟ ما هي حقيقة مواقف القوات اللبنانية من كل الملفات؟ وهل صار في مصلحتها للمرحلة المقبلة هز الحكومة لعل الأمور تتسارع لانتخاب رئيس بعد سنة بالتمام على الفراغ الرئاسي؟ وخصوصا أن سمير جعجع هو مرشح للكرسي الأولى. أسئلة محاور نعالجها الليلة مع الدكتور سمير جعجع من معراب. سؤال الويب سايت، هل أنت مع انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب؟ نعم أم لا؟ مساء الخير دكتور جعجع، أهلا وسهلا فيك. مساء ميت ألف خير، أهلا وسهلا أستاذ مرسال. دكتور جعجع، أول شيء يعني شفنا صورك على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي عم بتغني إلى جانب عاصي الحلاني بعرس بالفينيسيا ليلة السبت الماضي، يعني هالشيء بدل أنه وضعك مرتاح عليه، البلد بألف خير، ما في خطر أمني، صح؟ وبعدين هيدي أخذت أكثر مما لازم تأخذ. بالفعل كانوا أصدقاء عندهم عرس، حكينا ستيدة وأنا وقلنا مننزل منمرق عليهم مرأة كتير عليها. واحد قال أنه كنتوا عم ترقصوا، بالحقيقة كنا بالعرس بحفلة العرس، كانت مجرد عشاء. سعب كان الفنان عاصي حلاني واللي بالفعل قومنا لحده بس بلش يغني غنية أنا لبناني. غنية بتعني كتير اشي. صحيح. هلا من جهة اخرى بدي ركز على نقطة. ايه انا ماني قلق على الوضع، في البعض عم بيخوفوا الناس وهلا بنحكي مطولا بالموضوع، بس مش خايفين على وضعك الامني؟ يعني انه لانه مواكبكم تبقى كتير كبيرة وطويلة دكتور جعجع. مش انا استاذ مرسال، لانه بتعرف ما بطلع كتير قليل، وقت بطلع انكونيتو. ايه هاي الطريقة الافضل يعني. نعم. طيب، فإذا ماني قلق على الوضع ككل، بالرغم من كل شيء عم بيصير. البعض عم بيجربوا هيك يزرعوا القلق بدل ما يزرعوا مثل جمعيات الأطفال البسمة في قلوب الأطفال، عم يزرعوا القلق. من جهة أخرى واجب علينا بالوقت الحاضر إذا بدنا نكون لبنانيين فعليين وأصيلين وصميمين إنه نخلي دورة الحياة الفعلية الحياة الطبيعية ماشي بالبلد، مش إنه نستسلم كلنا سوا. يعني ثقافة الحياة مش ثقافة الموت. أنا ما بحب الكليشيات إذا بدك. المهم ما نستسلم كلنا سوا لأحداث المنطقة. يعني بس حضرتك عم بتقول إنه الوضع منيح، قصدك تقول الوضع الأمني منيح، مش لازم يكون، مش لازم حدا يخوفنا، يعني مش لازم نطرح علامات كبيرة حول المستقبل، حول المصير، حول الدولة، مصير الدولة، هيك قصدك تقول دكتور جعجع؟ بلى، هذا بحث آخر مختلف تماما. نعم. أنا عم بحكي عن الوضع العسكري والأمني. نعم. طلع حول منك أستاذ مرسال، أنت اليوم من ساعة زمان ركبت بسيارتك، دورتها، مشيت على الطريق، دلها جاي على معراب، بس شف لي شفت شي حدا عم يذبح حدا على الطريق يعني؟ أو لا، عادي عادي. علقت بعجلة السير أنا طالع، الناس جايين يصلوا بحريصة. ايه تماما، علقت بعجلة السير لأنه شهر المريمي. نعم. وطبعا كل سنة بيكون في مظاهرة شعبية كتير كبيرة على مدى الشهر بكامله، وهذا دليل إضافي على وضع الشعب اللبناني بهالسياق. بس طالما عم نحكي، كمان أصرينا على أنه السنة وبعد 50 سنة انقطاع يرجع يصير إحياء مهرجانات الأرز الدولية. تعرف الأرز شو بيعني الأرز؟ صحيح. فنحن كتير مهم، كتير مهم كلبنانيين نضل نعيش حياتنا مثل ما لازم نعيشها، طالما الله عطينا هالنعمة، والله عطينا هالنعمة، مش نجي نحن نقبر حالنا بأجواء ومناخات منا موجودين فيها على أرض الواقع. دكتور جعجع، خليني ادخل بصلب الموضوع. اول شيء نحن بعد سنة بالتمام صرنا على الفراغ الرئاسي او على الشغور الرئاسي، ما بعرف شو التعبير ممكن واحد يستعملها. حضرتك لك مرشح سنة وشهرين، هل بعدك مرشح؟ طالما منتخب رئيس، طالما بعدني مرشح،
بس بذات الوقت من اول لحظه يعني كنت عارف ان حظوظك معدومه؟ لا 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 لا، حظوظي ما انا معدومه، حظوظي كثير قليله بس ما انا معدومه. اوكي، بس من اول لحظه كان واضح جدا على انه مني متمسك هيك يعني للموت، انه يا بكون انا رئيس جمهوريه يا ما يكون حدا رئيس جمهوريه، ولانه متمسك حتى بالمطلق. قلت انا باي وقت من الاوقات اذا في معركه انتخابيه رئاسيه انا مستعد بنزل على المجلس النيابي ومين ما بيطلع من هني، اذا ما في معركه وفي محاوله توافق كمان انا مستعد انه ما اتمسك ونروح على التوافق. طب بس يعني حضرتك من البدايه كنت مصدق مساله ترشح دكتور جعجع؟ طبعا طبعا بشكل كتير جدي، بغض النظر مع علم الاكيد على انه الحظوظ قليله. ليش ترشحت اذا انت يعني مفروض يعني انت قائد رئيس حزب او بتروح على معركه رابحه او ما بتروح، لشو ترشحت اذا؟ في كتير معارك بتكون مبدئيه للمبدأ. هي كانت معركه مبدا طبعا بشكل بوجه اساسي من لقطع الطريق على ميشيل عون يوما ولا لحظه معركه مبدا بوجه من صرنا 35 سنه نحن نشتغل سياسه حزب القوات اللبنانيه. نعم. وقبل ما يكون حزب باللي كان فيه هو طبعا، ومن اكبر الاحزاب المسيحيه اذا ما بدي اقول اكبر طبعا، شيء طبيعي على انه رئيسه هو اللي يترشح على رئيس الجمهوريه. نعم. وشوف وتذكر كيف صار هالترشيح، صار ترشيح كثير محترم كثير مرتب مع بيان مع اطار مع جوله على القيادات، ولكن في انقسام تقريبا نص الشعب اللبناني على شخص سمير جعجع، مثل ما في انقسام على شخص ميشيل عون. لا لا مش ضروري على شخص، على حالة مرشح آخر. طيب دكتور جعجع، اليوم بالوضع اللي نحن وصلنا له بعد سنة وشهرين، وبموازاة رح احكي بالتفصيل حول محادثاتكم عبر الأستاذ ملحم رياشي والأستاذ إبراهيم كنعان بالتفاهم حول موضوع بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بموضوع الرئاسي، ممكن تكونوا أنتوا والجنرال عون اتفقتوا على الحد الأدنى بورقة أعلى النوايا ثمة من يقول، واتفقتوا ضمنا على شيء أكبر، أي قطع الطريق على أي واحد غيركما للوصول إلى الرئاسة. يعني على الأقل أنت وميشيل عون اتفقتوا، أو أنا أو أنت أو ما حدا آخر، أو إذا بده يجي حدا آخر اثنيناتنا بدنا نقرر منه، صح؟ صراحة أستاذ مرسال، الموضوع الرئاسي بكل جلسة نقاش عم بيكون حاضر، وعم نحكي بكل جوانب الموضوع الرئاسي. طبعا نحن رأينا بهالمجال مثل رأي العماد عون هو أفضل لأول مرة من 25 سنة على أنه يجي رئيس فعلي، إن كان من ناحية الصفة التمثيلية أو من ناحية أنه يكون رئيس فعلي، مش أنه هيك يعني يجوا الفرقاء بآخر لحظة يفتشوا يصيروا دقسوا شمال ويمين تجربوا يقولوا ان شخص صفته الوحيده حسنته الوحيده الكلمة فينا. من هو الرئيس الفعلي دكتور جعجع؟ الرئيس الفعلي هو الرئيس يلي بياخذ قرارات، يلي بيحترم الدستور، يلي بيحترم القوانين، يلي عنده جرأه ادبيه، يلي عنده تصور واضح كيف بده يعمل لنطلع من الازمه الحاليه. يعني حضرتك او ميشيل عون؟ انا برايي الدنيا ما خليت من الابطال بالمرة. نعم. ليش يعني بس طبعا اللي بيميز جنرال عون بيميزني انه بالاضافه لها الصفات هذه احترام الدستور، يعني عنده صفات تمثيليه، عندكم صفات تمثيليه وعندكم احترام الدستور. احترام الدستور يعني شغله هون نسبيه بالنسبه لنا، بتعرف قد بالنسبه لك ايه بالنسبه يعني بالنسبه لي هل قد مهمه، بالنسبه لجنرال عون يمكن بيتصرف شوي بتصرف عرفت كيف؟ يعني بيتصرف الدستور بتصرف. لا، بيحتم الدستور بتصرف. كيف يعني؟ ليش هيدي عجبتك؟ كثير. يعني عمليا سقط بهذا المعيار. لا، مش بالضرورة. يعني ما في واحد يكون بس عنده التمثيل ويتصرف على ذوقه بالدستور، لكن شو بدنا في مرشح للرئيس؟ مش على ذوقه، مش هيك تماما، بس يعني بيقدر يسمح لحاله على انه يتصرف بتصرف. اعطيني اخر مثل دكتور جعجع حول تصرفه بالدستور بالمرحله الاخيره، مساله النصاب مثلا، يعني مساله النصاب اخر مثل تقلك شغلي من الاول استاذ مرسال، بما يتعلق بموضوع رئاسه الجمهوريه يعني صراحه عم نحكي فيه كثير لو اتفقنا، لكن علنا اتفقنا يعني ما في شيء. هذا اللي اسالك اياه بعد شوي بالموضوع، بس اقله ما اتفقتوا، بس بعدنا عم نحكي بالموضوع. يعني بس صلب السؤال دكتور جعجع، هو اتفقتوا على وضع ذاته على الشخص الثالث سوا؟ مش بهالتعبير، يعني هيدا تعبير سلبي، هي خطوه سلبيه، اتفقنا على انه ننسق مواقفنا بهالخصوص. هلا بتقول لي شو بيعني هالتعبير؟ يعني ما يعني واضح
انه اذا مش انا او انت اثنيناتنا سوا بنتفاهم على نتفاهم على حدا. انا برايي هذا شيء طبيعي، يعني ليش مستغربه؟ انه اكبر حزبين مسيحيين يلي حضرتك بتعرف وكل الناس بيعرفوا يمكن بيمثلوا 60-80% من راي العالم المسيحي، ايه طبيعي انه يقدروا يتفاهموا على هالقد. مين ممكن يكون؟ اتركي له وقتها هلا تنتفق على المبدا، على المبدا بعد ما اتفقنا. ما اتفقتوا على هيدا المبدا؟ ما اتفقنا على مبدا نختار شخص ثالث. بس يعني قصدك تختار مين الشخص الثالث؟ اتفقتوا على المبدا؟ لا، مش ما اتفقنا على مبدا انه نختار شخص ثالث. بعدنا هلا بقصه يا انا يا انت. الرئيس جميل اعلن ممكن هلا بعد ما يصير سامي جميل رئيس حزب كتائب ممكن يعلن ترشحه بشكل رسمي. هل تنسحبوا له بتدعي يعني قوى 14 اذار ينتخبوه؟ الرئيس جميل اصلا مرشح ولو غير معلن بشكل رسمي من اول لحظه فهمت انا والرئيس جميل انه اي وقت من الاوقات بيقدر يجيب اي صوت من الاصوات غير الاصوات يلي انا جايبهم، انا مستعد. يعني اذا عنده حظوظ الرئيس جميل هيك قال له حتى الرئيس سعد الحريري مثل ما فهمت فتره اللي من شافه. طيب بتعتقد ما بيقدر يجيب هالاصوات لحد هلا؟ لا يعني مثلك مثله تماما. يعني ما في حدا من 14 اذار؟ ما في حدا من 14 اذار شو؟ رئيس. سالتني عن الرئيس جميل. ليش الرئيس جميل مش 14 اذار؟ بلا، يعني قصدي هلا. نعم. ايه اوكي. بس ما انتهت المعركة. بس ما لمحها بتشير انه ما قدرتوا حريت هلا كسرتوا شيء بالمأزق. وكل المعركة ما انكسر فيها شيء بعد، بعدها مثل ما هي مثل ما هلا بفوت شو على المبادرة اللي بس بهالسنة دكتور جعجع، يعني جلسة الانتخاب أجلت إلى 3 حزيران، ثمت من يقول أنه هناك شباك بعد تموز ممكن أن يفصل موضوع لبنان والرئاسة عن أزمات المنطقة ولكن برئيس تسووي. هل في الأفق ذلك؟ يعني هل تقبلوا برئيس تسووي؟ أول شيء مني شايف في الأفق هالمعطيات ما عندي إياها، حتى بعد الاتفاق الإيراني ممكن ينفصل الإيران الغربي. استاذ مرسي صلنا سنة بنسمع بالاتفاق الإيراني من الأول حضرتك قاطع الأمل، قريت لك حديثك بالأخبار لأيام الصيفي ما شي. كنت شايفه والحديث هلا بالعكس في تصعيد كبير على مستوى منطقة. يا اتفاق بده يصير إلا إذا بتقول لي بكرة تغيرت المعطيات وقعدت دول المنطقة مع بعضها وبدون يلاقوا تفاهم معين ومن الجملة لبنان داخل بهالتفاهم وإيران قالت لحزب الله روح على انتخابات بحث آخر. شو اللي بيخلي هالأمور تتحرك بهالإطار؟ يعني اليوم عم نقرأ حديث لافروف فيما يتعلق بسوريا، يعني أنه كل ما إلها عم تقرب أكثر مواقف سوريا مواقف أمريكا وروسيا من موضوع سوريا، ممكن هذا يحرك شيء بالإطار، خصوصا أنه سعد الحريري حكي من موسكو عن اتصالات عم تجريها روسيا في هذا الإطار. شايف شيء هيك؟ أنا صراحة ماني شايف شيء هيك. هلا اللي ممكن يحركها، بس هون عم حلل نصف صغيرة، بدي حلل كلمتين بس. إيه إذا انزركت إيران أكثر بسوريا، إذا انزركت أكثر بالعراق، اللي عم بصير باليمن مش لصالحها، قررت تقعد على الطاولة هي والكل، ساعتها في امكانيه، بس ايمتى رح نوصل لهالنقطه ما حدا بيعرف. دكتور جعجع، مبادره العماد عون الاخيره كيف شفتها؟ يعني حديث هلا ما اخذنا موقف يعني منتظم علني رسمي للقوات اللبنانيه حيال مبادره العماد عون. العماد عون فكر بهالمبادره، طبعا ما حكينا فيها قبل ما فكر فيها طرحها. انا بدي اتوقف عن نقطتين بهالمبادره، يعني ما في شيء واحد بيرفضه بالمطلق ولا في شيء بيقبله بالمطلق. أول نقطة وحكيتها مع وفد التيار الوطني الحر بس مرقوا علي، أول نقطة قصة الاستفتاء. اتفقنا على أنه استفتاء يعني ما ممكن يكون رسمي أو دستوري لأنه بده تعديل دستور. اتفقنا يعني بمعنى أنه كلنا متفقين بالرأي، وبالتالي بده يكون كناية عن استطلاع رأي. هلا أنا هون قلت لهم شغلة كتير هينة، اللي شو تنتعذب نعمل استطلاع رأي؟ روح على الشكل. لا 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 ما أصلا ما حدا مختلف مع حدا على أنه أقوى شخصين على الساحة المسيحية هن ميشيل عون وسمير جعجع. سمير جعجع وميشيل عون، وبالتالي ما بدها هيدي استفتاء. برضو هون بهالسيئة بقول برضو إذا الجنرال حابب يعمل هو استطلاع رأي، كل يوم في 100 استطلاع رأي عم بينعملوا، ما في مشكلة. بس بتقديري أنا النتيجة معروفة سلفا. نعم. هلا النقطة الثانية بما يتعلق بإجراء انتخابات نيابية، يعني أنا بتقديري في سياق طبيعي للأمور. اجراء انتخابات نيابية وبعدين نعمل انتخابات. خلينا نكون البرايورتي الانتخابات الرئاسية. أنا بتقديري أنه مثل ما شايف الوضع أستاذ مرسيل، يعني حتى حلفاء العماد عون المرة الماضية هن كانوا بطليعة يلي اشتغلوا للتمديد، يعني ما نجهزين لأي انتخاب. يعني إذا بدي إجي هلأ، يعني كل طرح بدك تشوف إذا شو وقع. أولا نحن ما عندنا مانع،
بيعملوا انتخابات نيابية هلا بنتمنى، لأنه أكثر ناس مظلومين بالمجلس النيابي. أوكي، بس إذا جينا هيك عدينا بشكل بسيط، حزب الله وحركة أمل والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل وكتار غيرهم ضد أي انتخابات نيابية، كيف هنعملها؟ وبالتالي كمان هيدي ما في، بس انتوا اضطريتوا تمشوا معهم بالاخر كمان يعني تحت 100 قصه. تعرف ليه؟ وعملنا حلقه وقت على الموضوع. لا 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 انه لانه يا معلمي لا حضروا الانتخابات النيابيه ولا بدهم يمددوا. كيف يعني لو تحضروا الانتخابات النيابيه مستعدين؟ هلا مستعدين. بس غطيت هذه الجلسه وقتها دكتور جعجع، لانه ما عندي شيء ثاني اعمله. كان فيك تتمرن، كان فيك تتمرن. ايه، وين كنا صرنا؟ يعني كانت انتهت المده، انتهت ولايه المجلس الماضي، ولا صار انتخابات نيابيه، وبعدين ولا صار في انتخابات رئاسيه، فت على سلطتين. وبعدين لا، بس سؤال انه ليش عم تقبل دائما انك تغطي بعض التسويه؟ حسب، لانه هديك التسويه جربنا ناخذ مقابلها قانون انتخابات جديد، ما قدرت اخذ شيء، ما قدرت اخذ جديد، رجعنا ربطناها هلا من جديد مطرح ما هي. بس كمان هلا حلفائك مش ماشيين معك؟ حلفائي بلا ماشيين معي، ما شفنا حلفائي بتشريع الضرورة بعد شوي رح نحكي، مش ماشيين معك حلفائك؟ لا، حلفائي هني اول من مشي معي، انه تشريع الضرورة بنحط قانون انتخابات اول شيء والموازنة ثاني شيء. بس ما انتو كمان رابطين قانون الانتخابات باستعارة الجنسية، هني ما بدهم استعارة الجنسية كمان؟ مش مزبوط، لانه متفق انا والشيخ سعد الحريري على قانون الانتخابات، ومعروف اي قانون انتخابات وقانون استعارة الجنسية. قال لي ليك سمير، اي قانون استعارة الجنسية بتمشي فيه انت، بس انتبهوا ما تكونوا عم تعملوا شيء لصالحكم يطلع لصالح غيركم. اي شيء بتمشي فيه هاي شغلة عظيمة. طبيعي طبيعي. طيب انتوا درستوها دكتور جعجع هذه المسألة؟ هالموضوع اكثر من درسه هو المؤسسة المارونية للانتخاب. صحيح، بعثوا لنا اخر درافت يلي مختلف عن المشاريع يلي كانت بالسابق، درسوها كل نوابنا، درسوها نواب من التيار الوطني الحر، درسوها نواب اخرين كمان، الكل هالمره مجمعين انه مشروع القانون مثل ما هو هلا بيعطي النتيجه المطلوبه منه. اللي هي على انه اللبنانيين يلي بدهم يجي، لانه الرئيس بري عم بقول انه ما راح يكون لمصلحتكم مثل ما كان استاذ مارسيل. بس ما بتصور الرئيس بري شاف اقتراح القانون مثل ما هو من جديد، رجع ادخل عليه تعديلات مزبوط مثل ما كان، لصالحنا، مش ما كان لصالحنا، كان بيعمل فوضى كتير كبيره. طيب لكن حضرتك بتعتبر مبادره العماد عون دكتور جعجع تقريبا تعبايه وقت، تضيع وقت؟ شو؟ لا، ما فيني اعتبرها شو؟ يعني مثل ما قلت لك بتصير انتخابات نيابيه، نحن بنتمنى تصير انتخابات، بس انه مش بوقتها. بس انا بتقديري انا انه كل الفرقاء مش جاهزين لانتخابات نيابيه. عظيم، بطليعتهم حلف على عماد عون وحلفائنا نحن من الجمله. يعني عم بترد على الجنرال عون بشكل ملطف تما تضرب كفاهم؟ لا عم بطرح الواقع مثل ما هو. ايه، اذا بتقول لي هلا اتفقوا في انتخابات نيابيه بكره، اول واحد بمشي فيها، اول واحد. طيب لكن الاستفتاء بده تعديل دستوري، حتى بدون تعديل دستوري انا برايي نتائجه واضحه. طيب انتوا ليش رحتوا بالوقت ذاته فتوا عم مبادره هوائيه تانية بمحل تاني اللي عملتوه ببكركي امبارحه دكتور جعجع؟ ليش وحضرتكم حضرت غطيتوا؟ ايه استاذ مارسيل، ليش تعتبر انت اعلان الموقف السياسي مش مبادره هوائيه؟ موقف سياسي وله ثمن كموقف سياسي، وقال الناس يعني ما لازم تحكي بس هو ولا تاخذ موقف الا اذا في شيء عملي. دكتور جعجع كان الضعضع، ما كان موقف بالسياسه امبارحه، لاحظنا ما في تنسيق بين مجموعه 14 اذار اللي طلعت على بكركي. كيف مثل ما سمعنا المدولات، مثل ما قريناها بوسائل الاعلام، مثل ما اجتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، كان نائب سامر سعاد بمال، نائب جورج عدوان بمال، شيخ بطرس حرب بمال، كل واحد بمال. واجت القصه الثانيه جواب احمد فتفت عليكم وقوى 14 اذار بتيار المستقبل انه ما بيمشوا بالنصف زائد واحد، اضف موضوع الرئيس نبيه بري وشغال. خليك معي يا استاذ. تفضل. اولا النواب 14 اذار طلعوا على بكركي مشان تاكدوا موقفهم. صحيح. من ضروره حصول انتخاب الرئاسي، فاذا هذا الموضوع اللي طرحين من اجله. هلا حد هالموضوع تناقش النواب بمواضيع اخرى، هذا اتفقوا عليه واخذوا موقف منه. حكوا مواضيع عديده، حكوا باشياء ثانيه، حكوا بكذا، اي ممكن بحث اخر، يعني ما 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 له علاقه بالنقطه الاساسيه، بس النقطه الاساسيه اتمت. اللي هي تأكيد موقفنا من ضرورة حصول استحقاق رئيسي. هذا فيك تعملوا مؤتمر صحافي، فيك تعملوا، وفينا نعمله مثل ما صار. طب بس انه مثل ما صار ورطته بكركي بموقف، اضطر يرجع سيدنا يوضح هذه المسألة، رجعتوا فتوا. انت بتمشي بالنصف زائد، يعني نصف زائد واحد ماشي فيه دكتور جعجع؟ استاذ مارسيل، انا رأيي
نصاب انتخاب رئيس الجمهورية من أول جلسة نص زائد واحد، هيدا جدل قانوني صار له 50 سنة بلبنان، بس بالعرف صار على أنه تقبل فوت معك بالجدل القانوني؟ قد ما بدك، خليك معي لحظة. أولاً وقت اللي بينحط ضوابط للعملية الانتخابية، بينحط ضوابط تتصير العملية الانتخابية، مش أنت تستعملها تما تصير. يعني وقت بنحط نصاب لجلسة ما، مش انت واحد يتأكد ان النصاب موجود، مش تيستعملها تطير النصاب، هي تبلش من هون. وبالتالي عدم حضور الجلسات منه استعمال الصائب للنصاب مثل ما هو محطوط. واحد. اثنين، بالدستور اي مادة ما بتنص عن نصاب محدد خاص فيها مثل مادة تعديل الدستور يلي بتقول النصاب فيها تلتين، معناتها تخضع للنصاب العادي للمجلس النيابي. ثلاثة، بأسوأ أسوأ 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 الحالات، كل القانونيين وكل يلي كتبوا بموضوع نصاب انتخاب جلسة انتخاب رئيس جمهورية اعتبروا بأسوأ الحالات على انه اول جلسة، لانه الرئيس بده تلتين تيطلع استنتاجا مش نصا، ايه بده تلتين بس من تاني جلسة وطلوع النص زائد واحد لانه الرئيس بده نص. عم تحكي عن اي اول جلسة دكتور جعجع؟ هذه الجلسة ايه، بس هيدي هل ختمها الرئيس بري ام لا؟ ما بيهم. كيف ما بيهم؟ هيدي نقطة أساسية. لا يا أستاذ مرسي، ما هيدا كل النيوز قائمة على هذه المسألة. يعني أنا قريت مجموعة مقالات باليومين دكتور جعجع قايمة على إذا تحتسب أنه هذه الجلسة ختمت وتم إقفالها أم لا. أستاذ مرسل هون صرنا بالفزلكات هيك، ما هي هاي المسألة إلها علاقة بالفزلكات وبالتفسير. بالجوهر أول جلسة حضرت تلتين، تاني جلسة دغري جلسة هي منهم تاني جلسة يلي انعقدت وقتها اللي عادت امتى؟ يلي كان مفترض تصير 23 نيسان تاني جلسة يلي عاد الرئيس بري كان فيها أكثر من نص زائد واحد قال ما في نصاب. لا بس ما هي تعتبر جلسة جديدة لأنه أقفل أول جلسة هو ما كان مفترض. ما عم بقول لك هون صرنا قصة طيب. كيفية تطبيق النظام الداخلي فقط لغير، بس مش جوهر الموضوع. بجوهر على كل حال بقول شغلي هوني، اول ما ننتخي من انتخابات رئيس الجمهوريه الحاليه لازم تفوتوا على تفسير دستور. مش تفسير، نحن محضرين اقتراح قانون لتعديل الدستور تما يعود حدا يقدر يعطل انتخابات رئيس الجمهوريه. طيب بس هون دكتور، يعني النائب احمد فتفت امبارحه بيقول انه معارضه التيار المستقبل للانتخابات بنصف زائد واحد بالدوره الثانيه، وان هيئه المجلس ويرجع امبارح حتى الاستاذ ياسين جابر انا عم استفسر حول هذا الموضوع، ذكرني فيها انه حتى الاستاذ انطوان زهره كان حاضر اجتماع المجلس، اتفقت بعد جلسه لتفسير الدستور ومنها الكتل المسيحيه وبيناتها كان دكتور استاذ انطوان زهره على ان نصاب الثلثين يعتمد دائما في الدورتين الاولى والثانيه. طيب خليني اقول لك شغله، يعني اولا هذا مش صحيح اللي صار بجلسه هيدي، صاروا حاكين فيها 200 مره. هيدا احمد فتفت حليفكم. اوكي بيسوى يكون عندنا نعم. يعني دكتور فتفت تباين يعني لا دكتور فتفت شو ما قال منه مقبول، بس خليني اقول شغله. يحو مكتب المجلس سنه 76 كمان اجتمع وطلع فتوى على انه نصاب انتخاب جلسه انتخاب رئيس جمهوريه من اول دوره انه زائد واحد 76 نعم. طبعا طيب بس انتم كان عندكم موقف ب 88 كمان جبهة اللبنانية وقتها، ونحن كان عندنا موقف بعدين موقفكم انه مش نصف زائد واحد، كان بدكم تلتين لانه الجيش السوري كان محتل لبنان. لكن مش الدستور منه مسألة وجهة نظر، هاي عم بقولوا. بس خلصنا من مرحلة الحرب، مفترض بعدين تنتظم الامور. طيب سلمنا جدلا على انه عرفا خيي اول دورة اول جلسة بالتلتين افترض، مع انه حتى هي بدها بحث. اوكي تاني جلسه الكل متفقين على انه النص زائد واحد، بس مش مثل ما صار هالمره. طيب الرئيس نبيه بري بيقول من الذي يريد ان يلاقي مشاريع التقسيم الحاصيه في المنطقه بطرح سياسي كالنصف زائد واحد؟ ما بوافق صديق الرئيس بري على صديقك. صديقي ونص. ايه ما بتوافقه؟ لا. ليه؟ لا على طب خليني اسالك سؤال جلسة دكتور جاد. انتخاب رئيس الجمهوريه جلسه عاديه بالنص زائد واحد. دكتور افترضنا درتوا وصلتوا رئيس جمهورية بالنصف زائد واحد، يمكن 60 يمكن 70 يمكن 80 65 وما فوق. المهم تقدروا اذا كان حزب الله والعماد ميشيل عون مش ماشيين، تعتقدوا انه بتقدروا يوصل على بعبدة ويحكم ويعمل مشاورات ويقدر يشكل حكومة؟ لا اذا عم تحكيني استاذ مرسل مش بالقوة عم بحكيك، مبدأ انه في جزء كبير ممثل هلأ كنت عم تحكي عن تمثيل الدكتور العماد ميشيل عون طبعا. حضرتك فيك تقول انه هذا الزلمة عم بقول انا هالرئيس ما بيمثلنا ونحن ما نعارضه. لك العماد عون الحوار ماشي ما بدي خربته. لا مش قصة ما بدي خربته، لا للبحث سيلا نحن وياه نعم. ما في مشكلة من هالناحية.
هلا الباقي عم بتقلي انه حزب الله ما بيقبل؟ عم نحكي اذا هيدا شريحتين كبار من البلد دكتور جعجع قالوا لك نحن مش ماشيين. بتقدروا توصلوه على عبدا بيقدر يحكم؟ رح اقول لك من هلا حزب الله ما رح يمشي باي رئيس ما بده اياه هو. لو كل بيت اللبنانيين بدهم طبعا عظيم. لكن ليش عم تعذبوا حالكم؟ نحن مهمتنا نضل نعذب حالنا تنضل ناكد على الموقف، موقف مبدئي الجمهوريه القويه. طبعا طيب افترضنا رحتوا على نص زائد واحد، تقدروا يعني عمليا بدكم كمان حتى الاستاذ وليد جنبلاط معكم صح؟ اي معه 11 صوت صح. حديث هلا هو متمسك بترشيح الاستاذ هنري حلو وحتى بلغ السيد حسن نصر الله يقال انه بلقائه معه ب 23 تموز الماضي من حوالي السنه انه انا ما بمشي باي مرشح رئاسي يعني يستفز الحزب. طيب اوكي هي صارت اللعبه ما بتقدروا العادية. بس ما بتقدروا اذا تمشوا بالنص زائد واحد. بس هي صارت لعبه عاديه يعني انت عم هلا عم نحكي بالمبدا. نعم هلا عمليا ما بيجمع النص زائد واحد. شو بتعمل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب البطرك الراعي بيجمع معكم بالنص زائد واحد دكتور جعجع؟ البطرك الراعي عنده مواقف مبدئيه. نعم بس البطرك الراعي منه حزب سياسي ومنه رجل سياسي ومنه يعني فايت بالتفاصيل اللعبه السياسيه. بطرك سفيرك حتى بطرك سفير ما كان مع النص زائد ما كان مع النص زائد واحد. صحيح. طيب ما بتعتقد دكتور جعجع انه يعني هذا بالمرحله المقبله اليوم انتم متفاهمين مع تيار المستقبل او حتى بعتذر على التعبير الجناح السني، ماذا لو بيوم الايام فتره من الفترات اجتمعت الكتلتين السنيه والشيعيه بالنصف زائد واحد وركبوا لكم كقوى مسيحيه اي رئيس هني بدهم اياه؟ هيدا تفكير وافتراض نظري يا استاذ مرسال، على طول هيك بيطرحوا هالافتراضات. طيب ماذا لو اذا تركناها بالتلتين بصفوا الاخوان السنه وحدهم قادرين يعطلوا انتخابات رئيس جمهوريه والاخوان الشيعه وحدهم قادرين يعطلوا؟ يعني نعم. بصير عندك اثنين فيتو، ما بدك تحسبها من كل جوانبها. نعم. مش تفكير هيك يعني بسيط انه ماذا لو اجتمعوا وماذا ما لو اجتمعوا. عدا عن انه في امر اخر صار متفاهم عليه بالبلد، في شيء اللي اسمه الميثاقيه ما حدا عم بيتخطاها وكثير منيح ما حدا عم بيتخطاها، يعني مش بهالبساطه وقصه ارقام. بس بالمقابل يا حي قصة غير النص زائد واحد وقت بتصير التلتين مثل ما هي، عمل لي انتخابات رئيس الجمهورية، هي تاني مرة بنمرق بهالأزمة الطويلة العريضة، صار لنا سنة بدون رئيس جمهورية، شو بنعمل هلا؟ بصلب الدستور لازم يكون في إنه ما حدا يقدر يعطل انتخابات رئيس الجمهورية، وهذا الشيء اللي بدنا نعمله أول ما نخلص من انتخابات رئيس الجمهورية هالمرة، ما لازم حدا يقدر يعطل انتخابات رئيس الجمهورية. رح نشوف سوا نتابع سوا تقرير لزميلنا لي سليمان سنة على الفراغ الرئاسي وبنسأل سؤال بعد التقرير واحد للدكتور جعجع على أن أنتقل بعد المحور بعد البريك الإعلاني إلى مسألة التعيينات الأمنية والقضايا الساخنة في مجلس الوزراء على أن أنتقل بعدها إلى قضية عرسل. المهجور هو قصر بعبدة، قصر الرئاسة الأولى في لبنان. ليست المرة الأولى التي يحل فيها الفراغ رئيسا في القصر، والخوف هو أن تكون حربا ضد الرئاسي للإطاحة بالجمهورية وتوزيع حصصا وجمهوريات. الفراغ الأول وقع في 18 أيلول 1952 عند استقالة الرئيس بشار الخوري، حيث استلم العماد فؤاد الشهاب الحكومة الانتقالية حتى قسم يمين الرئيس كميل شمعون في 23 أيلول 1952. وفي 23 أيلول 1988 بدأ الفراغ الرئاسي الثاني مع انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل وعدم انتخاب خلف له، حيث استلم العماد ميشيل عون الحكومة الانتقالية. وفي 23 الثاني 1989 انتخب الرئيس رني معوض في مطار الليعات، واستشهد بعد 19 يوم تيبدأ الفراغ الرئاسي الثالث
ويستمر حتى انتخاب الرئيس اليس دهراوي في شطورة في 25 تشرين الثاني 1989. الفراغ الرابع حل في 25 تشرين الثاني 2007 مع انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود الممددة من دون انتخاب خلف له، وفي 25 أيار 2008 انتخب الرئيس ميشيل السيمان رئيسا للجمهورية. الفراغ الخامس بدأ في 25 أيار 2014 مع انتهاء ولاية الرئيس ميشيل السيمان من دون انتخاب خلف له. يبقى أن اللبنانيين ليستبشروا خيرا في التوافق اللي حصل في الملف الحكومي وتبعوا من نيل الثقة، يأملون أن تنجح الأطراف السياسية في انتخاب رئيس جديد للبلاد من دون أي تدخل خارجي ليكون رأس السلطة والساهر على حماية الدستور قد اختير بإرادة لبنانية بحتة. فهل سنشهد إرادة لبنانية جادة وصلبة في هالمجال، وخاصة إنها ليست المرة الأولى الذي يقفل فيها القصر الجمهوري في بعبدة؟ لطالما شكل هالقصر عنوان الجمهورية ورمزة، ولذلك كان دائما هو الهدف. لما نريد اليوم هو توافق داخلي بالمعزل عن الخارج، افعلوها ولو لمرة وتنتظر الغرف الإقليمية والدولية. دكتور جعجع، يعني واضح انه احنا قدام ازمة مقفلة، لا المبادرات العونية رح تمشي ولا النصف زائد واحد مثل ما حضرتك يعني شرحته حتى يمكن اكثر مرة بشكل واقعي. طيب ما في الا مؤتمر تأسيسي بحل الامور، مش شايف انه الامور حتى بالمنطقة شو يعني مؤتمر تأسيسي؟ يعني هي كلمة كتير حلوة وهيك خلينا نقول طيب خلينا نقول صيغه سياسيه جديده دكتور جعجع. أيها استاذ مرسي، بس انه واضح انه هالازمه هذا النظام مش راكب دكتور جعجع. ما فيك استاذ مرسيل اذا ضاقت فيك الحياه على هالكوكب تقول خيي انا طالع على كوكب اخر. اي كوكب بقول لي اي وشو قديش طريق من هون لهونيك وشو المركب الفضائي معك؟ بس السنة والشيعة عم بيمارسوا بملف الرئاسي حق الفيتو بما يجعل التفاهم على الرئيس مرتبط بتفاهمات على ملفات اخرى خارج لبنان. مش هيك تماما هالمرة صراحة، في عدة عوامل عم تتدخل بانتخابات الرئاسي، شي محلي شي داخلي شي ما هي اللي عم نقوله. اوكي تعم بتعطل اللعبة عملية. اذا شو اللي بيكسرها؟ او حرب بالداخل او تغيير موازين قوى اللي بيكسرها؟ خليك معي استاذ مرسي، هالمره بدنا نضل نتف صغير محافظين اعصابنا تنشوف كيف ربك بده يسر علينا، مشان المرات القادمه اللي بيكسرها ما يكون في امكانيه لاي طرف يعطل الانتخابات الرئاسيه من خلال ماده واضحه بالدستور. نقطه على السطر دكتور جعجع، هلا هذا كمان هروب للامام، عفوا على التعبير، يعني عم بتروح على انه مرحله ثانيه من فسر الدستور. انا اليوم بازمه كيف بتطلعني منها؟ ما عندي حل بسيط بكل صراحة. طيب يعني انا عم بقول لك، يعني عفوا مش انا اللي بدي اطرح حل، انا عم بقول الخيارات او في ازمة او في مشكل بالداخل امني على الارض بيغير موازين قوى، او موازين قوى اخرى بالمنطقة بتطبش لمصلحة حدا بتغير وممكن تخلص رئيس. ماني شايف بالوقت الحاضر في شيء بالداخل يعني مشكل امني بغير موازين القوى. نعم. بالعكس لا سمح الله اذا صار شيء مشكل امني راح يصعد الازمة اكثر واكثر، ما راح يعود في اي امكانية. بما يتعلق بالخارج معك حق، ايه ممكن بالخارج مثل ما كنت عم بقول لك من شوي انه اذا اكثر واكثر تضايقت ايران بسوريا، تضايقت كمان بالعراق وباليمن وحست على انه القصه مش مثل ما لازم تكون، ايه ممكن تقعد على طاوله المفاوضات مع القوى الاقليميه والدوليه المعنيه ومن الجمله طب ينحل الامور مثل ما رايحه دكتور جعجع، وكانه المنطقه ببعض الدول رايحه على تقسيم او على خرائط جديده. هيدا ما بيستتبع انه كمان نحن يكون رايحين الى نظام، ما بدي اقول تقسيم، الى نظام جديد يستتبع كمان صيغه سياسيه جديده. انا صراحه ماني شايف. منك شايف؟ ماني شايف. لا مش كله حتى ما يجري في العراق اليوم دكتور جعجع، يعني كانه عم ترتسم معالم ما، بعد شوي رح احكي بالموضوع السوري، منك شايف انه المنطقه رايحه الى فدراليات محدده؟ ممكن داخل الحدود ذاتها، داخل الحدود ذاتها عظيم، ممكن تتغير بعض الانظمه، طبعا بسوريا في تغيير نظام، بس اللي عم بقوله انه مش بالضروره هذا يستتبع تغيير نظام بلبنان. انا بلبنان ماني شايف صراحه حتى اشعار اخرى. طيب شو اللي بخوفكم تفوتوا تعملوا ورشه اعاده نظر بهذه الجمهوريه؟ لانه اذا لحقتوا فكيت الموجود كل واحد بده يهبش، مين بيقول لك شو رح تحط؟ تقدر
بريك إعلاني ونتابع. بيعطوا ما بيسألوا. كنت بالشغل. صاحبوني انت الشعر من العجينة. يا حرام بإيدي وشرعي تحط طالب وطنالي. يا عم لقيتني خلاص. قال لك الصراحة ما بعرف شو كنت عملت من دونه. شوف اللطف لما قالوا لي ما تخافي ماما نحن حدك. لأنه حد الكل خليك حده. صليب الأحمر اللبناني. بالبنك اللبناني الفرنسي منحب دايما نقدم لزبايننا أحلى المفاجآت، لهيك دوبلنا عدد الأميال يلي بترحب بكل مشترك ببطاقة إير فرانس كالأم بانك ليبانو فرانسيز بين 15 أيار و 30 حزيران ليوصل عددها لل 10,000 ميل، بالإضافة لباقي مزايا البطاقة. في ألف طريقة منساهم فيها بطموحاتكن، هيدي وحدة منن. مايتي فيست العملاقة من بيتزا هات، عشان تخلصها راح تحتاج للمساعدة أكيد من قريبك، حمادك المستقبلية، أستاذ الرياضيات، رجل فضاء، دراج، رجل كهف، سومو؟ لا مش سومو. مايتي فيست بيتزا عملاقة من بيتزا هات بنفس سعر البيتزا الكبيرة فقط لمدة محدودة. كل شي ما بقى تستعمله فيك تبيعه عدو بزن. الإعلان بلا مصاري وبلا عمولة، بس حمل الابليكيشن وحط الصورة وبتاخد المصاري من الشاري كاش. عمول مثلهم بيع شي عدو بزل، وفر مصاري دغري. عدو بزل، البيع صار هيك. حمل دو بزل ابليكيشن من على جوجل بلاي او اب ستور. زوغيب جولري ديزاين. هلا بالسي اس سي في اكثر من 200 صنف بنص حقهم. 200 جرام موزاريلا مبروشة ب 1100 ليرة، كيلو بطيخ ب 850 ليرة، كيلو فخادة دجاج طازة ب 2995 ليرة. بدي أسيف في كل شيء. حياتي أنا بالسوبر ماركت قدام ستاند كريكيتا، شو قلتي لي بدي؟ ريبيت. أنا بالسوبر ماركت قدام ستاند كريكيتا، شو قلتي لي بدي؟ كريك ريف السوق حلبي وكاجو. كم كيس بدي؟ 5, 6, 7 مور 10 مور انرجي انرجي كاب. ايه في في كيس واحد من كل نوع. ها اند ريلاكس. حياتي انا ريلاكس، انت بغير عالم. ويسكي ليبل 5 برمت العالم وصارت مفضلة عند الملايين، لهيك ليبل 5 اليوم رح تربحك ملايين. فتش على رمز الاشتراك داخل علب ليبل 5، جاوب على سؤال ليبل 5 اليومي عن دول العالم، وبعد جوابك مع رمز الاشتراك بالاس ام اس على 1418 لتدخل بالسحب وتربح مليون ليرة كل يوم على 40 يوم. الاسئلة بتتبعها يوميا على محطات التلفزيون المحلية. بدك تصير مليونير؟ ليبل 5، live your way. بلد أوروبي يشتهر بصناعة الساعات، ما هو؟ ألف سويسرا، باء ساحل العاج. بعت SMS على 1418 برمز الاشتراك الموجود بالعلبة، بيتبعوا A أو B للجواب يلي بتختاروا. النتائج كل أربعة قبل نشرة الأخبار. بنتك أدي عمرها؟ 3 سنين. وبالرغم من هالشي بنتك بتعرقل؟ أكيد. شفتي منيح، طلع مني خيرك. أدي عمره ابنك؟ 10 سنين. شو عم بيعمل؟ هي زتة، أنا بدي زتة. بنت عمرها 3 سنين عم تنكب من هالشي، برأيك؟ أنا عم بسألك بس أعرف. ليش متعزب؟ أنا بحب ولادي يطلعوا رجال. إذا أم عم بتتابعك الليلة ممكن يقولوا مجنونة. أنا مجنونة، أنا مقتنعة إنه هيدا مزبوط. عدو بزل، البيع صار هيك. حمل دو بزل أبليكيشن من على جوجل بلاي أو أب ستور. وانت كيف بتحبها؟ بدها قهوة ومرشل. هايجين شامبو، اهتمام تمام. واليوم مع كل 2 شامبو تحصلوا على صابون الإيدين مجانا.
انت الوحيده يلي فيك توقفي كل شيء، انت الوحيده يلي فيك تقولي لا، وقرارك بايدك انت، ما حدا بيحميك اكثر من حالك. كلمه اخ يا ماما. المجتمع اللي بيقتل قتيل وبيمشي بجنازته، يلي عم يقتل كل يوم اخت وبنت وزوجي، ولا اهلك فيهم يحموك ولا اولادك فيهم يحموك ولا الانوار فيهم يحميك اذا انت ما بدك تحمي حالك. وتابع كان همي انه ماما ما تعرف انه هي بدها تموت، بكفي انه رح تموت، ليش تموت؟ خايفه. جاوبني الطبيب جواب مش رح انسى بحياتي، قال لي لو انا قلت لك انك رح تهاجري بكره على استراليا ما بدك تجهزي حالك؟ هي كانت اول خطوه الي في عالم العنايه التلطيفيه. طبعا نواكب جمعية سند مثل ما قلت. نعود إلى معراب عبر الـ LBC LDC ولبنان الحر وموقع القوات اللبنانية الإلكترونية. دكتور جعجع، أدخل إلى نقطة ساخنة عبر عنها بشكل يعني حاد أيضا. أكثر من نص زائد واحد. مش أنا فوتكم على نص زائد واحد، شيخ بطرس، شيخ بطرس حرف فوتكم على نص زائد واحد. مش أنا، مش المعركة من هون هلا يعني، مش معركة وين؟ برسل. أيوة برسل. كان في كلام مهم لسيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله نهار الأحد، يعني واضح أنه أخذكم إلى مكان آخر، حملكم مسؤولية وطنية. أنتوا عم بتقولوا دكتور جعجع أنه مهمة الجيش حماية الحدود لا التدخل في المعركة إلى جانب حزب الله والجيش السوري بشكل مباشر أو غير مباشر. ماذا لو اقتحمت داعش عرسال أو وجود عرسال الوصول إلى عرسال هربا من ضغط حزب الله ولم يستطع الجيش وحده صد المعركة؟ هل توافقون على اشتراك حزب الله؟ سؤال افتراضي 100%. خي عاملين لي من هالداعش هون بلبنان عم بحكي. نعم. داعش مطرح ما هي داعش، يعني عاملين منها راجح وبيستعملوها وما كان وكيف ما كان لأغراض سياسية لبنانية داخلية. بدي عجل وقول انه من اكره المنظمات يلي شفناها. عظيم. اخر 200-300 انت كنت خففتها وبعدين بكلام الناس مرة الماضي قلت شو وضحت الموضوع. عم بحكي بما يتعلق بلبنان لانه عم تستعمل بلبنان، هي مطرح ما هي ما في اكره من هيك مثل ما انت شايف. على كل حال الجيش اللبناني وقت اللي بيطلب كلنا سوا حاضرين، بس الجيش اللبناني والجيش اللبناني مثل ما هي الامور هلا قادر، واكبر دليل عم بيقوم بمهمته لكيف ضابط الوضع، حدا عاد قدر قرب على بعد 2-3-5-10 كيلومتر من مطرح ما هو الجيش اللبناني ابدا. لشو كل هالضجه هلا؟ انا بدي اسالك استاذ مرسي، انا عم بسالك اذا فاتت داعش اذا فاتت ما رح تفوت. شو عرفت ما رح تفوت دكتور جعجع؟ ليش عم بيهول علينا السيد حسن نصر الله؟ ليش استاذ مرسي ما فاتت لحديث هلا انه بس ناطره بالصيفيه احسن لمن من هلا يعني؟ لا، ما فيها نفترض افتراضات. هاي افتراضات كلها. طيب على اي اساس انت تشاطر سعد الحريري رايه انه عرسال خط احمر؟ ليش؟ شو اللي بيمنع؟ اليوم وزير الداخليه دكتور جعجع من شهر بكلام الناس قال عرسال ضيعه محتله. عظيم. اذا كانت محتله، محتله من من؟ عظيم. الا يجب تحريرها؟ عظيم. خليك معي. فضل. وزير الداخليه حكي كلام، اذا بدنا ناخذ كلامه الاول اللي حكيه بدنا ناخذ كلامه اللي عم بيحكيه هلا، يعني ما في واحد ياخذ نص ربع كلام شخص، عم بيحكي كلام مسؤول، بمعنى على انه الامور داخل عرسال فلت، يعني عملنا كثير الامور ظابطه يعني. وهلا عم بيقول لك بس هي مش معناتها انه نعمل هجوم على عرسال نطيح بالضيعه. مين قال بدنا نعمل هجوم على نطيح بالضيعه؟ شو عم يطلب لك يعني؟ يفوت تتنظف الضيعه من يوم فات اللواء الثامن على عرسال. فات انتشر وعمل حواجز، بس مش انتشر انه شايل المسلحين. طيب انت عارف الجيش كيف متمركز فوق؟ الجيش متمركز بكل الجهات حول عرسال. نعم. مش بس من جهه الجبهه، ومن جهه الداخل، ومن جهه اليمين، ومن جهه اليسار. طيب خي شو عم بصير بعرسال؟ انا بدي اعرف كمواطن لبناني اذا عم بصير شيء ما بقبل ولا ممكن اقبل ولا شيء يعني، بس خي حدا يقول لي وين المشكله تنروح نحلها كلنا سوا. سيد حسن نصر الله بقول لكم انا انصح الجميع ان يخرج الآن بلدة عرسال من المزايرات الطائفية، وإذا الدولة ما بدها تحمل مسؤولية إن أهلنا في البقاع وبعلبك الهرمل عشائرهم وقواهم السياسية لن يقبلوا ببقاء إرهابي واحد ولا تكفيري واحد في أي جرد من جرود عرسال. بسيط، طول بالك يا أستاذ مرسال، أنت والسيد حسن روق بيكم علينا شوي صغير نتفزق. تفضل. سيد حسن قلبه على عرسال. نعم. بيعرف عرسال أكثر من أهل عرسال؟
ونشوف اهل عرسيل شو بدهم. هي بيعرف واحد بيعرف منطقه البقاع شو بدها، وهن بيعرفوا اكثر داخل عرسيل. الشغله الثانيه بس بتعتقد اهل عرسيل كمان، ما عم نقرا بيانات اهالي عرسيل عم بيقولوا نحن عندنا مشاكل بالضيعة. استاذ مرسي مش مزبوط، عم ناخذ تفنيصات نحن. شو تفنيصات؟ الشغله الثانيه، عرسيل مين بمسألة سياسيه؟ حزب الله ولا تيار المستقبل؟ تيار المستقبل. تيار المستقبل هو بيعرف شو بده يعمل فيها، خذ رايه هو. خي انا اللي ما فهمته انه كيف نحن حياه كل واحد منا خلص بده يقضي ويمضي بكل شيء، مش مزبوط. تيار المستقبل يلي هو بيمثل عرسيل فعلا عم بيقول لك خي شو بدك بعرسيل؟ انا اللي ما عم فهمه هو شيء تالي، اذا في ارهابيين بعرسيل اكثر واحد انا عندي مصلحه سيد حسن يعطي اسماء للجيش تيفوت الجيش يجيبون. لك استاذ مرسي بدي لك شغله صغيره، ايها اكبر سنيا عرسيل ولا طرابلس؟ طرابلس من 4 أشهر الجيش عمل عمليه عسكريه فيها بغطاء من سعد الحريري، بغطاء من سعد الحريري. نعم. تيار المستقبل من كل اهل المدينه، مزبوط ولا لا؟ نعم. قام مظاهره فيها 50 شخص شيء ابدا بطرابلس. امبارح من شهرين شعبه المعلومات بقوى الامن الداخلي لقطت الشيخ خالد حبلوس وقتلت اسامه منصور، ايه ولا لا؟ صحيح. حدا قام عمل مظاهره مع شخصين شيء ابدا. طيب شو عم بينطرح؟ هلا ما عم بفهم، اذا في ناس من هالكاليبر بداخل عرسيل ينعطوا اسمائهم، لا الجيش عم بيأثر ولا شعبة معلومات عم تأثر. اذا في خطر عسكري معين ينقال شو هو؟ استاذ مرسيل الجيش فوق مستلم كتير اشياء، ليش عم بيقوطبوا على الجيش؟ ليش عم بيدوب عليه؟ هو بيعرف وين بده يتمركز، شو بيعمل، وين بيهجم، وين بيدافع، وين بيحط خطوط دفاعه. الجيش حاطط خطوط دفاعه مطرح اللي فيه يحمي خطوط الدفاع. بتعرف الجغرافيا اوقات تفرض عليك نقاط تمركز معينه. شو كل هال... بيقول السيد حسن: أود أن أقول بصراحة، عندما كان لحمنا ودمنا يمزق في الضاحية وغيرها وقفنا وقلنا أهل عرسيل أهلنا ولم نقبل أن ينالهم سوء أو يتصرف بهم أحد، وهنا يجب أن نسجل اعتزازنا بأهلنا، مع العلم أن يعني كانوا كثير عم يتعرضوا لمضايقات وبقي أهل عرسيل في أمن وسلام. عم بيقول اتركوا لي هالمجال انا نظف هذه المنطقه. مرسي. اذا في حدا من عرسيل متهم باي شيء هلا قبل بكره يعطي اسمه للاجهزه الامنيه تتروح توقفه بعرسيل. نعم. وقت ما فيهم يوقفوا لي كل حادث حديث. اذا اهالي عرسيل عم بيقطعوا الطرقات على حدا نحن ما بنقبل، قبل ما هالحدا ما يقبل، لانه بنهايه المطاف كلنا بصير فيها نفس الشيء. كمان يقول طريق الفلانيه يوم الفلاني تسكرت على فلان فلان فلانتيني تتعالج، بس هيك على انه تنطرح مشكله هيك اسمها مشكله عرسيل، ما حدا عارف الفها من ياء. الجيش فيش يوم الا ما كان خليني اقول باحسن علاقات مع حزب الله، ليش ما عم بيحكوا معه غير بالموضوع؟ ما هو بيعرف شو بده يعمل، انا وياك بنعرف شو بدنا نعمل، نحن فينا نعطي اراء وبالمنطق. إيه ليش؟ طيب ليش ما بيقعدوا مع وزير؟ طيب عم بيقعدوا هن انه هذا مشنوق انه هذا مشنوق وزير داخليه، وانت شفت انه هذا مشنوق قديش عم بيكون معهم، قديش عم بياخذ وبيعطي معهم قليل، طيب يحكوا هن وياه بالموضوع، ليش هالحمله الاعلاميه؟ شو الهدف من وراها للوصول الى اين؟ ما بيسوى استاذ مرسي. طيب ما بيسوى، بس عمليا عم بقول لك انا عم بحمي هذه الحدود من المجموعات التكفيريه، اذا كانت جرود ارسال انا بدي فوت على جرود ارسال، اذا كانت فات على ارسال. ليش ما له حق؟ لانه الجيش متمركز هونيك، ما له حق يدوب على الجيش هو. اذا الجيش طلب منه يفوت، اذا الجيش ما طلب منه لا ما معه حق. طيب اذا انطرح انا بدي اسال مين بحط الخطط الدفاعيه بلبنان؟ الجيش هلا مشان شو؟ الجيش بس بيعمل إيه؟ الجنرال أهوج اليوم نحن حاضرين ونحن بجهوزية وكل يعني عظيم بالحكومة الحالية 24 وزير انه يا بيعملوا مثل ما بده السيد حسن يا كل ما بيسوا بياخذوا قرار. كيف بتفسر لي طائرات الاستطلاع امبارح تبع حزب الله اللي قدرت من خلال هذه القوة العظيمة اللي اشتغلت فيها انها ترصد مجموعات تكفيرية جاية على منطقة جرود ارسيل تقصفها لجبهة النصرة وتروح منها ضحايا؟ طيب لو ما يكون عنده هذه القدرة الدفاعية الجوية سيد حسن مع حزب الله كان قدر رصد هذه المجموعات، كانت هذه المجموعات صارت بلبنان. شو بيمنعها؟ لا استاذ مرسيل مش مزبوط، نحن هالعرضات بنعرفها. شو الجيش اللبناني عنده؟ هو عنده طائرات الاستطلاع يلي كل يوم عم تطلع، بس يعني هو الجيش بلغ الحزب قال له الحزب لا 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 لا, 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 لا. بكل المنطقة يلي قدام الجيش اللبناني، خط دفاع الجيش اللبناني متقدم كيلومترات وكيلومترات وكيلومترات عن عرسيل، وداخل جرد عرسيل عنده طيارات استطلاع وكل يوم عم تطلع، بس يحسوا شيء على بعد 5-6-7 كيلومتر عم بيتحرك عم بيضربوه دغري فورا. شو هالحكي هيدا؟ طيب سيد نصر الله بيقول: هل مواقف 14 أدار تحمي كنائس المسيحيين؟ نحن نشكل ضمانة لكم. بس أسألكم لو سمح الله، لو انتصرت داعش والنصرة شو كان رح يسمح؟ عمي حاجي خوفنا من داعش والنصرة، بيسمح لنا سيد حسن ايه قلن حق الناس، قلنا حق نخاف من داعش والنصرة. تفضل طمني. حق انت خاف قد ما بدك، انا بدي خاف طمني.
ولا رح خاف. بس أول شيء اللي كنيسة اللبنانيين المسيحيين شو بها بلبنان تلكل هلأ صاروا ملهوفين عليها، ما بدنا حدا يحميها. يعني نحن في عنا دولة هلأ مأمنين فيها ورح نضل مأمنين فيها، وعنا الجيش وعنا الأجهزة الأمنية، وأكبر دليل كل العمل اللي عم بيعملوه هاي شغلة. الشغلة الثانية بأي لحظة من اللحظات ما بيقدروا، نحن بنقدر نسمحوا لها يروقوا بالهم الشباب. صلحت شبابك بالبقاعة، بتصور أنا المجموعات الفلسطينيين مصلحة سنة 75 كانت أقوى ب10,000 مرة من داعش. يروقوا بالهم علينا، يروقوا بالكم كشباب، معلش أنت ما تعتل همنا. الشغلة الثالثة، طب ما السيد حسن يحو موجود بسوريا، دافع عن الكنائس والرهبان والراهبات وسبي النساء، دافع عنهم شيء؟ طب بالعراق دافع عنهم؟ شو هالحكي هذا أستاذ مرسيد؟ هذا كله الاستهلاك المحلي الداخلي. بقلكن لا تخافوا من انتصار حزب الله، بل خافوا من هزيمته. يجب أن تخافوا من انتصار هؤلاء، لا تخافوا من انتصار الآخرين. أول شيء ليش بتوجهنا على طول مت كأنه نحن يعني داعش والنصر يا لطيف، يعني كأنه عم يحطون نفس الخاني معهم سمن وعسل نحن وياهم. من أكره المجموعات يلي شفتها أنا بحياتي كذا. إذا من أكره هون هو أنت وياه نفس بس هيدا شيء. نعم. وأنك تستحضر خضر وتيجي تحطه بحضنك وتبني على أساسه شيء آخر مختلف تماما. وين داعش بلبنان؟ خلي أسألك أنا، وني بتخوف الناس هيك على الفاضي؟ مش مزبوط. الجيش اللبناني موجود على الحدود اللي ممكن انه يجربوا منها، وجربوا مره واثنين وثلاثه، شو كانت النتيجه؟ مش عم نحكي عن شيء نظري. ما شفت ما تعرف عن شو عم بيحكي سيد حسن نصر الله؟ عم بيحكي عن انتصار داعش والنصره بسوريا على بشار الاسد وعلى قواته. شو لنا عليها نحن فيها هيدي؟ واصلا من اول لحظه نقول له يا سيد حسن حرام تدب هالشباب بسوريا. انت مبسوط انه داعش والنصره اخذوا بسوريا؟ ابدا ماني مبسوط ولا لحظه، بس عم بقول لك شو عم بوصف. بس هون لبنان، بتعرف لبنان شو داعش والنصره؟ شو؟ بتعرف شو هي؟ اللي بينخاف مزبوط انه نحضر الارضيه تداعش والنصره يقدروا يعملوا خلايا لهم لبنان. بتعرف شو اللي بيساعد داعش والنصره يعملوا خلايا لهم بلبنان؟ امثال وجود حزب الله يعني؟ مثلا او حكم مثل حكم ميشيل سماحه. مثل الاستاذ مرسيل، بدنا نضرب داعش والنصره مزبوط، بدنا ما نعمل شيء، ما نزرك السنه بلبنان مثل ما صار بحكم ميشيل سماحه. انت اذا شخص سنه بلبنان ميشيل سماحه على التلفزيون عم بيحكي كلام، قال له يمكن يجي مشايخ روحهم، قال يمكن يجي المفتي، قال له شفتهم انا اصلا شفتهم عايين، قال له ليك اذا اجى نواب ووزراء من المنطقه عم بيحكي من طرابلس او نكار، قال له ايه معلش يروح بظهرهم هودي. طيب بيطلع كل هودي حكمهم 4 سنين، طبعا بتعرف انت بتوصيه من مين؟ هذا اللي بيعمل لك داعش بلبنان، وهذا اللي بيخوف. بتوصيه من مين؟ مش اللي بيخلف استاذ مرسيل، خلص بدنا طيب ليش ما تحولوا على المجلس العدلي؟ لانه طلع فيه حكم؟ هلا عم يجرب وزير العدلي يطلعهم، بس تنضل بموضوعنا الاساسي. نحن اذا بدنا نشتغل شيء ضد داعش والنصره بلبنان، بدنا نساعد السنه المعتدلين اللي هن اكثريه ساحه مثل ما تبين بلبنان، لانه هول الوحيدين يلي قادرين يسهلوا او ما يسهلوا لداعش. ما بساعدهم انه بعمل حكم عم يشيل سماحه مثل يلي طلع، ولا بساعدهم كل يوم بروح بقتل ضد السنه بسوريا، ولا بساعدهم بروح بقتل باليمن. هذا اللي ممكن يجي. ممكن وين خطر داعش بلبنان؟ بتصرفات مثل هالتصرفات. اذا فاتت بالعراق استاذ مرسيل، نعم، في بين 13 و14 مليون سنه بالعراق. نعم. قديش بيطلعوا داعش بالعراق؟ ماكسيموم 25-30 ألف. من اصل قديش؟ 13-14 مليون. بس عمليا وين بقوا؟ بس كيف بقوا معطلتهم الاحداث اللي عم بتصير؟ بس كيف قدرت؟ هوبل تربحهم. كيف قدرت داعش سيطرت على هذا الجزء الكبير من العراق وعلى هذا الجزء الكبير من سوريا؟ لانه يعني البيئه اللي عم يتحركوا فيها. ايه بدي ذكرك بشغله استاذ مرسل، قبل ما تحرك داعش كان صار له سنتين في ثوره مسلحه بالانبار. ايه رجع معي بالذاكره، مزبوط ولا لا؟ ايه؟ وكانت فرطت الدوله دوله المالكي، وكان يفوتوا مطرح يطلعوا مطرح. فاذا تقول انه كل هالبيئه هيدي منا راضيه عن الحكومه المركزيه، بس اذا داعش بدك منهم يحاربوا ولا تركوها. شوف داعش لما غلطت اغلاط صارت تقتل منهم كمان، يعني لانه القتل عن داعش دكتور جعب بدي احط مبدا. شفتوا ما هيك كانوا وصلوا على بغداد؟ بتقلي هذا سؤال افتراضي اللي. دبكت بجرود عرسال، هربوا المسلحين الى داخل عرسال، ما فيهم، الجيش موجود استاذ مرسال. اذا اشتبكوا مع الجيش او في حدا استدرج الجيش هو منهم 10 مرات يا دكتور جعجع، اذا استدرجوا الجيش لمشكل مع هؤلاء، يعني يمكن الحزب عفوا عم حط سيناريو، بس ما سيناريو بده يكون مبني على وقائع. انا باخذ موازين قوى. إيه؟ باخذ ميزان قوى. اذا شو الجيش فوق؟ الجيش خط دفاع وحده تبع الجيش قد كل المسلحين. اول شيء داعش فوق بالقلمون اقليه حد النصره، اوكي، قد داعش والنصره سوا، هذا اول خط دفاع.
برجع الجيش عنده خط دفاع تاني، برجع خط دفاع تالي. هلا أسلحة الجيش إذا بقول لك يعني إذا بدي أخذ موازين قوى 50 مرة أهم من أسلحة داعش والنصرة، ذخيرة الجيش 500 مرة، يعني عم نحكي عنده أزيب بالمعلومات المعروفة متوفر يعني نعم. متوفرة معلومات علنية ما ايه؟ يعني منا واصل احتياط الجيش لحد رياض هونيك عنده آخر مجموعة الله يعني طيب. إذا هالقد هذه القدرة عند الجيش صح. دكتور جعجع يعني مع توجيه تحية كتير كبيرة للجنرال هالقد قدرة ايه؟ عظيم بس إنه ليش صار تمارك السنة الماضية بقاب ونخطفنا هالقد عسكر وقاعدين معترين نحن متشرشة وننزل على حين غرة إيه؟ بلحظة ما حدا منتظرها، ما كان في خطوط دفاع، كان في مراكز عادية. هلا جهزنا حالنا يعني. عاد عن إنه مزبوط وقت توجه ملامة إنه إيه جيش ما كان جه. هلا صارت جبهة رسمية، يعني بعيد الشبه 100 مرة. كيف كنت تشوف الجبهات على أيام الحرب؟ جبهة يعني جبهة ما حدا العصفور ما في خط. فإذا ليش هالافتراضات؟ عظيم لكن إحنا مطمنين. بس أنا رح لك شو المقصود منها؟ شو المقصود؟ المقصود منها بسياق توازن القوى داخل سوريا والمعركة الصايرة مش نظام بشار الأسد، إنه برك الجيش هو كمان بيخلوه يقضي على قسم من هالقوى اللي عم تقاتل بشار الأسد. بيستدرجوا عم مشكلة الجيش يعني. مش لأنه إنه داعش خلاص فاتت على لبنان هلا وراح تبلش تقتل بهالناس مسيحية بالدرجة الأولى. مش مزبوط هذا مش مزبوط أستاذ مرسيل. أنا أول واحد بهتم إذا مزبوط. ما حدا شو بتعمل إذا كنت مهتم؟ بدعم الجيش كيف؟ مثل ما عم بدعمه لا إذا هو بده ماذا وقال مثل ما عم بعمل هلا بساعده بسهله بحكومة إذا عنده شيء بدد له للجنرال أهوجي إذا لازم بدد له إيه إذا لازم هلا بنشوف بس بموضوع رسال آخر ثلاث أربع أسئلة عم بقرأ مجموعة أسئلة طرحتها الست إلهام فريح بمقالتها عبر الأنوار إيه؟ ماذا يمكن أن يحدث في حال بدأت معركة ودخول فلول من الإرهابيين من الجرود إلى عرسال؟ كيف يمكن للجيش أن يميز بين من هو مقاتل ومن نزع سلاحه في قلب عرسال؟ عرسال مثل ما عم بتقلك قنبلة موقوتة من شأن تفجر أن يفجر البلد بأكمله. كيف نقدر قدام كل هذه التناقضات جوا مخيمات نازحين بقلب يا دكتور جعجع الأهالي فوق بعرسال وحضرتك إجوا لعندك وفود من عرسال وأنت أكثر شخص عم تهتم للمسألة المدنية بعرسال عم بيقول لك في مسلحين ضمن النازحين ايه؟ وفي أيام عم بيصير في محاكم عرفية وشرعية لداعش وغيرها. طيب كيف يعني هذه في كتير صعوبة للجيش أنه يتحرك فوق ليش ما بنتجنب هذه المشكله؟ هلا انت عارف هيك والست الهام طبعا مع احترامي وبوجهها لا انا عم نطرح اسئله عارفه هيك وكل العالم عارفين هيك الا مخابرات الجيش مش عارفين هيك والجيش متمركز فوق مش عارف هيك ومش خايف على حاله ولا اخذ احتياطات. انا بتمنى كل هالاسئله تتوجه لاي اتجاه وياخذوا الاجوبه عنها دكتور شاجر ليش على الهواء ليه؟ طيب تكبير الحجر يعني انتم قادرين على مواجهه انتصارات سيد نصر الله بكره اذا قالكم انا بعد ما حررت لكم حدود لبنان الجنوبية أنا حررت لكم حدود السلسلة الشرقية والحدود الشرقية من التكفيرية بدي استثمار بالداخل قادرين أنتوا على سيد حسن يعني هذا الاستثمار الانتصارات بالداخل يعني بالحقيقة ما بعرف شو بدي جاوبك كنت بتمنى أقدر جاوبك على اللبناني جاوبني بدي أتجنب جاوبك على اللبناني بدي أروح على جواب لانه على لبنان شو ممكن يكون الجواب افضل الوضع يكون يعني افضل ضل الاوضاع بالبلد هيك نجرب قد ما فينا نساهم انه تضل الاجواء ما بدك ايجابيه ورد بس خليني اقول شغله انا بقول له ساعات للسيد حسن بقول له ليك سيد حسن انتم ضيعتوا علينا 15 سنه من عمرنا ما تركتوا الدوله انها تقوم ما تركتونا نتهنى بيوم بحروبات واستراتيجيات انتم رسمتوها وما حدا منا شارك فيها ورجعتوا حملتونا مسؤوليتها يلي نحن ما بدنا اياها نعم. بقى يعطيك العافية سيد حسن وقت تشتغل شغلة من حسابك بدك أنت تكافي حالك من حسابك حلو طيب في أسلحة نوعية كنا معودين فيها للنصرة ولمجموعات أخرى من المعارضة السورية ممكن تغير كتير بمسار الأمور بالألمون دكتور جعجع شوي صرنا عم نشوف سيد حسن حزب الله رغم هذا العدد كبير من الضحايا عم بيسيطر بمنطقة الألمون طيب عشو متكلين عم تسألني أنا يعني بتسألني متكأنه لا أنا أنت تبع أخبار النصرة وداعش عم نحكي بمسألة العلاقة بدور المعارضة بسوريا وسقوط النظام كنا مراهنين مثل ما أنتم مراهنين أنه هيدي المعارضة رح تتعزز بالسلاح النوعي وأنه ما تخلي حزب الله يأخذ هذا يقدم قدم بالقلمون أنا ما كنت مراهن على مراهن
راهنت اول على اخر. عم بقرا لك حديث بالاخبار هذا الموضوع انه انت ما راهنت على الموضوع الامريكي. رابع المستحيلات يبقى بشار الاسد هي لا اكيد. مش موضوع بشار انه مش حيجيهم للسوريين المعارضه سلاح نوعي. ما بعرف امتى ما بعرف كيف ولا راهنت ولا بس هون بدي سجل بعض الاشياء. هلا نحن ملهيين بشيء اسمه معركه الالمونيا اللي برايي معركه بعض تلال لا اكثر ولا اقل. بس انه ايش صار بادلب استاذ مرسي؟ سقطت. وشو صار بجسر الشغور؟ سقطت. وشو صار ب تدمر؟ للاسف بتدمر سقطت. وشو صار بجدوح حوالى درعا؟ سقطت. طيب وملهيين وين بكم تله حوالى الالمونيا اللي ما لهم اهميه استراتيجيه؟ اللي لها اهميه استراتيجيه مثلا تقول لي ريف ادلب بجسر الشغور. ليش؟ لانك صرت على بوابه تركيا لدقيقة وعلى حدود اصلا انت على حدود تركيا من هون. تدمر لانه بين تدمر و 570 كيلومتر. يعني هلا اذا دوروا شبيبه النهضه اذا دوروا الياتهم ومشوا من تدمر بيوصلوا على حمص. اذا وصلوا على حمص كان الله يحب المحسنين. هون السؤال. سمت من يقول ان لوليد جبلاط مخاوفه دكتور جعجع. اذا سقطت حمص هناك خطر جدي من تمدد التكفيريين الى منطقه طرابلس والى منطقه عكا. تعرف شو الشيء الوحيد يلي بيمنع تمدد التكفيريين شو بهالحاله؟ هو انه يعني ما نضل مزوركين بسنه لبنان ونطلع لهم احكام مثل الحكم تبع ميشيل سماحه ما هيك ونهاجمهم ونروح نحارب لهم باليمن ونروح نحارب لهم بسوريا. هذا الشيء ما حدا بيقدر يقضي على داعش. اسمعني شغله استاذ مرسيل الا السنه. مثل هلا قال عم بيخوضوا معركه استعاده الرمادي. خدها مني من هلا بدون ما افوت بالتفاصيل. شو شعار المعركه؟ لبيك يا حسين. اخي حدا بيفوت عملت 90% منها سنه. خي اي عقل فايت تعمل شو؟ باي عقل بدك تقبلها مثلا؟ تتشف لي كيف انه في البعض عم بيتصرفوا بشكل عم بيزيد الحروبات وراح يكفي بهالحروبات الى ما شاء الله. معقوله يا عمي؟ الرمادي منطقة 90% بالقليلة، الأنبار كلها 90% 95% سنة، بتفوت أنت كحج شعبي بالمبدأ كوحدات رسمية، بتفوت شو شعار العملية بدل ما تقول لبيك يا عراق افترض، أو لبيك يا أنبار افترض، أو لبيك يا حسين فايت لهونيكي، كيف بدك الناس يتعاونوا بعض معك؟ شو برأيك رح تكون ردة الفعل؟ مش هيك بنحارب داعش. أنا بس بدي أذكر بهالسياق بواقعة بسيطة. الأمريكان كلهم وكبرون ما قدروا حاربوا أبو مصعب الزرقاوي بالقاعدة بالعراق ما هيك؟ ما قدروا حاربوا يلي هو أبو مصعب الزرقاوي جد لداعش بيهم بالأحرى لداعش. أوكي لحديث ما إجا مين؟ بعض الصحوات السنية بالأنبار قضوا عليهم 4-5 أشهر وانتهت داعش. انتهت القاعدة وقتها. طيب. بالأنبار أمير جبهة النصرة بيقول معركتنا لن تنتهي في القرداحة وبعد الانتهاء من الأسد قادمون على لبنان وما يهمنا هو تطبيق الشريعة والحرب مع حزب الله قادمة لا محالة. لا بده يسمح لنا أمير جبهة النصرة بده يسمح لنا بزيادة قله بزيادة على القرداحة وبس. أنا هونيك ورايح القصة بس بده يسمح لنا يعني مزبوط. إذا إجا حررك من حزب الله لا 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 معلش أنا وحزب الله منضل نتفاهم ونرتب أمورنا. لا 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 اوعى حدا يقرب حدود لبنان. هلا عم بحكي هون جد. اوعى حدا يجرب يقرب. شو بتعمل؟ لا اسمه قلت له لآخر لحظة شو بعمل؟ عندك سلاح؟ بعدين. لا بوقتها بينوجد ما يهم. أول شيء فيه برجع بقول خي بنتصرف مثل كأنه ما في جيش موجود ما في قوامي ولا موجودين. مثلا ليك استاذ مرسيل أنت بتتصور بخضم كل عم بيصير بالشرق الأوسط من منتشر لهلا كتر خير الله 200,000 فرع لك اصبع ديناميت ما في عنا هون طبعا. كيف مين ليش نعمل هيك نقفز فوق الوقائع؟ في عنا اجهزه امنيه وفي عنا جيش لبناني بيكفي شوي صغير نروق عليهم مش مثل ما نعمل مثل ما عاملين هلا بقصه عرسال. خي يحكوا مع الجيش بدهم شيء بعرسال يقولوا له الجيش شو رايك بهاي؟ هو بيقول لهم الجيش عنا متآمر استاذ مرسيل. الجيش عنا ما بده يقاتل التكفيريين. هن عم بيقاتلوا التكفيريين اكثر من الجيش عنا. ضل شيء الا ما عملوا من احمد الاسير لا شادي المولوي لا أسامة منصور لا خالد بحلوس لا البقوي كلهم سوا. أكثر حدا خاض معارك ضد التكفيريين جدية وبدون ما يكون مضطر مش معارك دفاعية هجومية الجيش اللبناني. ليش ما بيحكوا مع قصة عرسال؟ رايحين عم بتر شوا بالإعلام. فإذا مشان أمير لا ما على شيء خليك فوق العافية خليك مطرح ما أنت أحسن لك وأحسن لنا. بس عم بتقول من خيفين من الوضع أمني ولكن سمت ما يقول أنه هناك انفجارات أو اغتيالات أمنية ممكن تسارف جماعة طيار المستقبل أو 14 أدار لتحميلها لداعش. صراحة هون إيه متخوف
متخوف. صح. لأنه بتعرف عملية الاغتيال انه حدا يستهدف حدا من جماعة تيار المستقبل يقول له انه هو داعش عمل لكم اياها. مش بالضرورة تقول داعش يعني تا يرجعوا يخوفوا الناس انه لا بقى تصرحوا هالتصاريح ولا بقى يعني تحكوا الحكي اللي عم تحكوه للأسف مثل ما صار اخر 10 سنين 20 اغتيال ومحاولة اغتيال. بس ممكن كمان محمد الوقت. شطح. نعم. شو؟ شو كان عم يعمل محمد شطح؟ شو كان عم يعمل؟ ايه شو كان عم يعمل تغتلوه؟ شو كان عم يعمل؟ ايه بهالسياق ايه انا متخوف صح. شو كان عم يعمل بسألة؟ محمد شطح؟ كان صاحب موقف هذا عم يعمله. ليش ما بيعجبوا البعض. يعني حزب الله اللي قتله؟ لا ما بده التحقيقات لازم تبين. ما نفيت. شو؟ التحقيقات هي بتبين شو انا بدي انا معي. قبل كنت تاخذ موقف قاطع انه حزب الله عامل حزب الله شايل هلا بموضوع. شو بدي؟ خليها التحقيقات هي بتبينها. سيد نصر الله قبل ما فوت لانه تاخرنا كثير على الاعلانات حكي قدام قيادي وكوادر الحزب عن شيعة السفارات. أليست المسألة دكتور جعجع تدخل السفارات بالشؤون اللبنانية أيضا؟ هي الأخرى. دخلك أستاذ مرسال؟ نعم. بيقصد كمان سفارة إيرانية مش سفارة كمان؟ شو؟ ما بقى خلية يمكن. كيف خلية؟ مثل ما بقول بالإنجليزي كمان. بريك إعلاني وننتقل إلى محور آخر. بيعطوا ما بيسألوا. كيف الشغل؟ شو بدي خبر سيدي؟ تتحمل تحت الحلقة عم بنفوز وصاحبوني مثل شعرة من العجينة يا حرام بإيدي وجرعي تحت طالب وطنالي يا عملي ابن خلال أبي أول شو حرام قصابه لقلك الصراحة ما بعرف شو كنت عملت من دونه. شوف اللطف لما قالوا لي ما تخافي ماما نحن حدك. لأنه حد الكل خليك حده. صليب الأحمر اللبناني. بالبنك اللبناني الفرنسي منحب دايما نقدم لزبايننا أحلى المفاجآت، لهيك دوبلنا عدد الأميال يلي بترحب بكل مشترك ببطاقة إير فرانس كالأم بانك ليبانو فرانسيز بين 15 أيار و 30 حزيران ليوصل عددها لل 10,000 ميل، بالإضافة لباقي مزايا البطاقة. في 1000 طريقة منساهم فيها بطموحاتكن، هيدي وحدة منن. لكل يلي ما فيهم يبلشوا النهار تليها، ليلي بيحب يشربها لوحده، ليلي ما بيقبل حدا يحضر غيره، لكل يلي بتنطر الصبحية الناطرة، ليلي بيحب مرة وسط أو حلوة، لكل يلي ليل ونهار، ليلي عم تتعلم، كل واحد على طريقته. وانت كيف بتحبها؟ بدها قهوة ومبرشل. اكتشفوا أول مزيل للتعرق من لوريال باريس بقوة الكربون ضد الرطوبة، الروائح، البكتيريا والبقع الصفراء والبيضاء. حماية كاملة ل 48 ساعة. كاربون بروتكت ديودوران بأربع مفاعيل من لوريال باريس من اكسبرت. زوغيب جولري ديزاين. أنا اخترت دوبيزل تبيع لي أشياء ما بقى استخدمها لأن ما في أسهل منه. بتفتح دوبيزل أبليكيشن وبتحط الصورة إعلان بدون مصاري وبدون عمولة وبتاخد المصاري من الشاري كاش. تسلم حبيبي. عمل مثلي وبيع أي شيء على دوبيزل رح توفر مصاري دغري. على دوبيزل البيع صار هيك. Royal offers you the ability to trade thousands of instruments and products across multiple markets with unlimited trading support. Benefit from over 10 years of award-winning rich analysis and personalized broker assistance by making Royal your online trading partner. Trade with Royal now. 93% من اللبنانيات اكتشفوا الحل المذهل للشعر الجاف. لهيك قررت استخدم ابتكار مصمم خصيصا لإلنا جديد، مجموعة الفيف الزيت المغذي من لوريال باريس المفعم بست زيوت غنية بيغذي شعرك من الجذور. شعري صار صحي لامع وناعم لمدة 48 ساعة. الفيف غير لي شعري تماما لأن نحنا نستحقه. We'll be right back.
40 سنة بعمر الأرزي صبا. سليم الزير قصة مشوقة. من أبو ظبي كارن بستاني تستضيف مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة روتانا بمقابلة خاصة. كان الدخل ما يكفي تندفع المعاشات. من بدايته كنت مسؤول عن يلي بيجلس وصولا إلى أهم إنجازاته. من أوتيل واحد صرته أكثر من 100 أوتيل بشرق الأوسط. سليم الزير بأسماء من التاريخ. كيف رح تقدروا تجتاحوا القارات كلها؟ الجمعة 10 المساء على الـ LBCI والـ LDC. أنا بثق في وستن يونيون عشان كل تحويل بعمله بيوصل لأي مكان في العالم وبأقصى سرعة ممكن. وستن يونيون، تحويل الأموال للأفضل. بدأت تكتب كتاب صغير لتساعد الستات اللي عندهم كانسر، للأسف ما خلصته، إلا أنه باللي كتبته من بين كل فقرة وفقرة تحط ابتسمي وكوني جميلة، وهيك كانت. نتابع كلام الناس بالسياق نفسه دكتور جعجع، قبل ما أدخل إرجع على الملفات اللبنانية وتعاونك المقبل والصورة المنتظرة أنت وميشيل عون والتعيينات الأمنية. المسيحيين المنطقة، يعني أنت عم تحكي عن موضوع داعش، كثير الأسئلة أنه طيب في طمنا الحكيم، في قلنا شو بده يصير موضوع المسيحيين. وأنا هون منطلق من سؤال أنك حضرتك نظمت لقاء بذكرى 100 سنة على الإبادة الأرمنية، ويعني بعد 100 سنة هل ممكن نشوف القوات يعملوا لقاء بذكرى 100 سنة على تهجير المسيحيين من الشرق؟ يعني بنعمله بكندا قصدك؟ ممكن. انه شو عملتوا؟ استاذ مرسل انا نعم. صراحه هل كل هالجو وكل هالمناخ سوداوي، يعني حضرتك عم تسال انت سؤال عم تسمع يمكن بالمجتمع ببعض زوايا المجتمع. انا كله ضده كليا. ليش؟ ضده كليا لانه هيدا تسوى، يعني بلش تسويقه على ايام حكم الوصاية البعض. البعض يبرروا ليش ملتحين بسوريا، لأنه هو السوريين بيحموكم كأقلية، لأنه نحن بس هاي خي أستاذ مرسال، خلي واحد يطلع على الواقع ما يشوف شو فيه، شو نحط له أفكار مسبقة براسه أو شو نحط أفكار أو شو هو الجو. خي ليش هالجو كله الأسود؟ مش مزبوط. أنا رح أحكي بكل صراحة اليوم، أصلا المسيحيين بسوريا وبالعراق يعني كل عمرهم لأسباب موضوعية ما عندهم حضور سياسي بارز، يعني اصلا موجودين اذا بدك، يعني عرفت كيف، بالعدد بس مش بالدور، وحتى بالعدد يعني حسب الوضع الاقتصادي. نعم. ما ننسى انه بدءا من الثلاثينات والاربعينات والخمسينات من القرن الماضي بلشوا مسيحي سوريا يتركوا من بعد ما حزب البعث بلش بالتأميم لهالسبب. فاذا كل عمره الوجود المسيحي هونيك وجود خليني اقول عادي، يعني منه مبين، وبالتالي هلا ما في شيء جديد. واللي عم بصير على المسيحيين بسوريا وبالعراق عم بصير على الشيعة وعلى السنة وعلى المسلمين وعلى الأزيديين وعلى غيرهم، مزبوط ولا لا؟ نعم. في حال استثبت الأوضاع بهالبلدين رح يرجعوا المسيحيين مثل غيرهم، لأنه عندهم أملاك شاسعة وعندهم أراضي شاسعة. بين هلالين أنا شفت مسيحيين من التركيين من الخمسينات بسوريا عم بيحضروا حالهم تيرجعوا، يعني بخلاف ما البعض هلا عم بيطرحوا تيرجعوا لوين؟ لأنه فلوا من الاحتلال من النظام الأسد، يعني الأسد إيه؟ متأملين وعم بيحضروا سكوكهم تيرجعوا يسردوا أملاكهم، يعني إن معتبرين على أثر كل الأحداث اللي عم تصير بسوريا رح يوصلوا إلى سوريا جديدة ما، هيك مفكرين. وأنا هذا رأيي، ولو بده مخاض عسير بعد تنخلص سوريا جديدة ما 50% داعش والنصرة. لك يا أستاذ مرسال، أنت ما تأخذ التنظيمات العسكرية مثل ما هي موجودة هلا. بدي أنا رجعك على آخر استطلاع صار عملته بو يمكن الأمريكية عملته. نعم. بين السوريين الموجودين واللاجئين منهم طلع أنه بأحسن أحسن أحسن الحالات داعش والنصرة سوا عندهم تحت 10% من مجموع الشعب السوري بهالظرف بالذات. يعني ما نغش حالنا كمان. طيب حط لي هيدي على جنب، لانه اول اخر بده يصلح الوضع. عظيم. اوكي، يمكن بعد 10 سنين عم بيقولوا ايه، عم بيقولوا انه وضع المسيحيين بهيك الدول ما كان عظيم، ما كان اصلا هيدا هو. طيب بلبنان فيك تقول لي شو بنا، يعني ليش هيك يا الدنيا سوداء بك، يعني ليش هالنواح وهالبكي، وانه راح وين بدنا نروح؟ ما بدنا نروح مطرح، بالعكس اكثر واكثر 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 عم بيمشي الحال. ايه مزبوط، اكلناها بسنه 90 وسنه 2005 بحكم انه نظام الوصايه هون
طير كل الشخصيات المسيحية الأساسية، منع المسيحيين العمل السياسي، بس من 2005 لهلا عم بيسترجعوا، عم بيعودوا، عم بيرجعوا، وحتى الحلفاء بالوطن، حتى الآخرين يعني عم بيساعدوا في مكان ما بالوقت يلي يمكن كمان عم نلاقي صعوبات بعض المواقع، بس هذه كلها أمور تفصيلية. فإذا ما في لزوم لهالجو كله سوا، مش مزبوط. مسيحيين بلبنان بعضهم مثل ما كانوا من سنة 680 مع الأمير الياس، كان ينزل بس كنت يقاتل بسهل بقى هالقد لحديت هلأ سلسلة واحدة، وليش مفترض أنه بدأ تنقطع سلسلة ولا لحظة من اللحظات؟ بس أنه اللي صار بسوريا بالضياع السورية المسيحية مثل ما صار بالضياع سوريا الإسلامية. ايه؟ ليش يا أستاذ مرسيل؟ قل لي نفس الشيء. في 10 ملايين 220 ألف قتيل لحد هلأ اليوم بين كيمون. أنا برأيي في أكثر، في 300 ألف اللي قداش من مسيحيين قداش من مسلمين. اكيد النسبه اكثر بكثير مما هي نسبه المسيحيين. مين ساعد المسيحيين بسوريا؟ ضياع بعض ضياع المسيحيه على التسلح دكتور جاجة. يلي عند النظام النظام، ويلي عند المعارضه المعارضه. ايه؟ مثلا ضياع السريانيه اللي فوق بشمال هي تسلحت. اوكي، بس يعني تسلحوا بوج مين؟ بوج اللي عم بيهاجمون كل ما يلي من مطرح معه. طب هذا قديش بيستمر الوضع؟ هودي اخر 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 المطاف، او بيهاجروا ما بيرجعوا، او بيموتوا بيتقتلوا. يعني امبارح عم بقرا خبر هيك غريب انه بقلب دمشق تم استعاده 3 جراس من كنايس معلولة، عاملين احتفال على مدى 5 ساعات ودق جراس انه استعادوا. طيب بس انه هل ضيع العظيمه اللي كان لها علاقه بذاكرتنا اخر شيء انه ننبسط انه استعدنا 3 جراس ما استعدنا الضيعة؟ لا، بكره بس تستتب الاوضاع هنروح ونستعيد الضيعة ذاتها ونرجع نقعد فيها ونرجع املاكنا. ما تفكر الحياه توقف عند حد معين. بس دكتور جاجة، يعني كنا مراهنين انه هذه المعارضه السوريه، يعني اذا عم بستعرض انا ميشيل كيلو، ياسين حش صالح، سمير عيطه، بداوا بالتحذير بكتاباتهم من مصادره الثوره من قبل الاسلاميين وتهميش وتهديد الاقليات. طبعا هل عندك نفس التخوف؟ طيب اخر شيء. طبعا عندي يعني نفس التخوف، مشان هيك لازم من ضعف جهودنا. ايه؟ طبعا خلي حدا يستولي على الثوره وتنلعب دور فعل اكثر واكثر، بس هذا ما بتم معالجته بالبكي والنحيب والكذا. ايه عم نواجه ظروف صعبه، لازم نعرف انه عم نواجه ظروف صعبه، وبالتالي نحط جهود اكبر. انت مع يعني انت مع اسقاط الاسد مهما كان الثمن، حتى لو كان الثمن انه هلا مرحله مؤقته تستلم داعش والنصره او تاهيل النصره؟ ما راح تسلم داعش والنصره استاذ مرسيل. الشغله الثانيه، ولا ممكن تسقط داعش والنصره طالما الاسد موجود. بدك يبطل في داعش والنصره، بدك يبطل في اسد. طالما في اسد في داعش والنصره، بس يبطل في اسد ساعتها بتجي نهايه بدايه النهايه لداعش والنصره. هاي المعادله كتير بسيطه، من هون ورايح شو بدك تعمل. اذا ما قدروا الامريكان والبريطانيه والغرب اهلوا يعني المعارضه السوريه، وصارت المفاضله بين داعش والنصره واحرار الشام وزهران علوش من جهه وبشار الاسد من جهه ثانيه، بتفضل الفصائل الاسلاميه على بشار الاسد؟ مفاضله نظريه اضرب من بعضهم. شوف بدك اقول لك الحقيقه، لك استاذ مرسيل قال لي شغله امبارح، السيد حسن وقت طلع اخر مره عم بيقول لنا كيف اجوا داعش وبيدبحوا وبيقتلوا. طيب يا سيد حسن روق لي بالك علي شوي، روق بالك بس شوي صغيره. ميشيل سماحه شو كان عم بيعمل؟ نعم. هذا داعش مديته؟ طيب مسجد التقوى والسلام بطرابلس عم بحكي امبارح بال 2013 باب، كم قتيل استاذ مرسيل؟ 35 40 صحيح. 500 جريح، مين بيعتهم هودي؟ داعش والنصره؟ ما بيسوى انه نحور الوقائع تناخد المشكله على زاويه منها. متفقين داعش والنصره، متفقين ما في لزوم تقنعونا، بس كمان اقنعوا معنا على انه اساس المشكله بمطرح اخر. هودي فطريات صغيره تلعب المشكله. باختصار شديد دكتور جعجع، شايف الامور رايح على الى محادثات ممكن تبلش تحكي بمصير الاسد مرحله مقبله، انطلاقا من كلام حتى لافروف الليله؟ انا بتقديري من رابع المستحيلات، من رابع المستحيلات. هاي الشيء الوحيد فينا اكده انه يكون له اي دور بشار الاسد. هلا بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثه، بعد خمسه، ماني عارف. بس من ليش تقول لك حلك ليش؟ مش انطلاقا من قوته اللي بعدها باقي له، لا ابدا، انطلاقا من توازن عربي اقليمي دولي بسوريا صار كتير كبير. اللعبه صارت معقده بهالشكل، يعني ما بقى القصه قصه بشار الاسد، قصه روسيا، ايران، السعوديه، قطر، تركيا، الاردن، امريكا، فرنسا.
هل أدت وزنك؟ قبل ما أدخل على بريك الإعلان كتير بريكاتنا الإعلانية، هل صحيح أنك يعني أنت من الأشخاص اللي تابعوا الاتصالات فيما يتعلق بموضوع المفقودين اللبنانيين بالسجون السورية، وممكن يكون عندك معلومات تتعلق ببعض منهم وخصوصا ببطرس خوان؟ هل صحيح أنه حدا من قبلك اتصل بعائلة بطرس خوان وطمنهم بهذا الموضوع؟ صحيح، تلقينا اتصال من صديق باسطنبول عنا إياه بيقلنا أنه هو يعني عن لسان شخص ثالث انه بطرس خوان صار موجود مع داعش. انا قلت له هيدي مصيبه اكثر مما كنا بنضع من الدلفل تحت المزراب، بس انه هاي المعلومه مشان هيك حبيت حط عائله بطرس خوان. حكيت مع عائله بطرس خوان. بس برجع بقول لك صديق هو مبدئيا يعني عنده مصداقيه، بس جايب الخبريه من واحد بيقول له انه في خمسه وسماله اثنين ثلاثة كمان معه، واحد من بيت نصر يمكن والثاني من بيت مدري شو، انه هو صاروا موجودين مع داعش. رجعت كفيت تعمل فولو اب على الموضوع؟ عم جرب بس ما عاد قدرت جبت معطيات اكثر. بس هيدي معلومة كتير مهمة بنتأمل كتير اولية، يعني ما حدا ياخذ المعلومة. صحيح. معلومة مثل ما طلعت الاسبوع الماضي، بس اول مرة بنعرف انه جزء أولية من مصدرها حضرتك، يعني انك اتصلت كتير اولية. طيب بعد بريك الاعلاني ادخل من جديد، يعني ما زال دكتور جعجع مطمئن على وضع المسيحيين، هل قادرين المسيحيين يغيروا شيء بمعادلات الوظائف التعيينات الأمنية؟ ليش حدا بده يغير عنهم قياداتهم؟ ليش حدا بده يفرض عليهم قياداتهم التعيينات الأمنية؟ بريك ونتابع. Label 5 traveled the world, becoming a favorite for millions around the world. So today, Label 5 is giving you the chance to win millions. Look for the code inside the Label 5 packs. Answer the Label 5 daily question about countries of the world and send your answer along with the code by SMS to 1418 to enter the draw and win 1 million Lebanese pounds every day for 40 days. Follow the contest questions daily on participating TV stations. Want to be a millionaire? Label 5. Live your way. بلد أوروبي يشتهر بصناعة الساعات، ما هو؟ ألف سويسرا، باء ساحل العاج. بعت SMS على 1418 برمز الاشتراك الموجود بالعلبة، بيتبعوا A أو B للجواب يلي بتختاروا. النتائج كل أربعة قبل نشرة الأخبار. أول ما بلشت كان أنجأ معي فكر، والأوضاع مثل العادة كانت سيئة، بس كنت دايما أقول إنه حتى بهالبلد يلي بيتعب بليه اشتغلت وتعبت ولقيت، بس قد ما كان الواحد نجح بيضل بده مين يوقف حده. من هيك حطيت كل ثقتي بيلي آمن فيي ودعمني. ايه شو غيّة؟ هاي خيّة كيفك نقصني يا زلمة؟ خطيت عيني. شو وين كنت سهران؟ عساس عندك فحص والليل المي بلانش؟ شربين ثلاث مقات قهوة مش عم بقدر فتح عيوني. ما عندكم نجار بإسبانيا خيي؟ قوم عمول ركوة وشوف إذا بتوعها ولا. بدي قهوة على اللبناني. شو لكان؟ ليك ما علينا؟ بتعرف تحضرها؟ أنا اللي بعرف أعملها بلقمها على الغايب. بحسبها بالماك كمان. حتى بتبصير صرت أعجبك، بدي أقول لك مع مين كنت سهران؟ إيه ما أهضمك. وين في لبناني؟ في نجار. بمنطقة الورداد ساكنة مدام إيجات، طلبنا منها تجرب زيت كروبس، زيت نازل جديد على السوق وتخبرنا عنه، بس قبل ما تطبخ فيه بدها تستفسر. ركضت على نجيب الدكانجي اللي قال لها كروبس شغل برا لبناني يا نجيب، ما قريت على الاتيكات، قوم اعطيني 10 كيلو بطاطا. قالت له مدام إيجات. تاني نهار الصبح راحت سألت جارتها فرح يلي قالت لها هيدا زيت ابن عائلة، ولو ما بتعرفيهم جماعة مشهورين بالمنتوجات اللبنانية وأنا كتير بوثق فيهم. بالآخر جربت مدام إيجات زيت كروبس وقالت لها بنت ميمي ما بتقفري إلا إذا قليتي البطاطا فيه. لقيت ميمي وقالت ولما رجعنا عند مدام إيجاد تاني خد رأيها بالزيت، أنا بنصح كل الستات يعرفوا شو عم بيفوتوا على البيت. كروبس تهنى بصحتك. حضرتك بتشتغل هون؟ لا ما بشتغل هون. فيك تشوف لي شو مكتوب هون؟ على الجولد لوبيت مشكلة، وعلى السيلفر لوبيت ومكسرات مشكلة. مش هيدا اللي بالدعاية بيقولوا عنه ما بيوقع؟ هيدا هو، وبيفتح وبيسكر بسهولة. بتقلي ما بتشتغل هون؟ مدام انت عن جد بغير عالم. Emporio Ceramico, inspired by the powerful forces of nature, a world filled with beauteous wonders.
Emporio Ceramico, Camille Chamoun Boulevard, Hadath. جايين؟ جايين يا أرض الجبل جايين، اشتقنا الجبل ميح الجبل صبيح، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وأحلى جديد، تحت السماء ما في مثل لبنان. تبع أناني إصدار خاص من ألمازا. علم لبنان عم بيرفرف فوق الصين. لبنان بالمباراة النهائية قوي كتير 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 يا لبنان. لبنان بفوت على فرنسا، هيدي هي أكبر مفاجأة بتاريخ بطولة العالم. نحن عم نلعب باسم لبنان وعم نلعب للوطن هيدا الصغير اللي هو 4 مليون ناس من قدام، ملايين 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 من العالم. لبنان ببطولة العالم، صدقوني لبنان باليابان، لبنان بعيد الحلم. منتخب لبنان ببطولة غرب آسيا للمنتخبات، الجمعة لبنان بيواجه العراق، 5 بعد الظهر مباشرة على الـ LBCI والـ LDC. شوف حالك. سانيتا الراعي الرسمي لمنتخب لبنان لكرة السلة. نتابع كلام الناس مباشرة من معرب دكتور جعجع. المصالحة العونية إذا صح التعبير القوتي التيار الوطني الحر القوات اللبنانية بتبادل تويتر بينك وبين جنرال ميشيل عون ب 18 شباط، قلت لعماد عون عبر تويتر أتمنى قبل عيد ميلادك القادم أن نكون قد يعني أتممنا اتفاقنا الكامل. هو بيجاوبك عبر تويتر وأمل أن يكون اتفاقنا ناجزا مع نهاية زمن الصوم فنقدم هدية للبنانيين تترافق مع فرح القيامة. انت كنت واقع اكتر منه، اعطيت لحالك فترة سنة، هو كان بده اياها بعد الايامة، رح يجي الصوم الثاني وعيد ميلاده الثاني وما صار في اتفاق، ليش؟ لا هون بغلطك استاذ مرسال، لانه هيدي كناية عن عن عن, 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 عن تراكم عم يبلش، تراكم عم يبلش مش تراكم مبلش من 50 سنة. و تقول شغلي بهالخصوص لانه كمان البعض بيقولوا ها صار له 4 أشهر عم بيحكوا وبعد ما اتفقوا على رئيس الجمهورية. السؤال الأكثر كيف وعي سمير جعجع وقال هلأ قررت أني أوقات كتير يعني أمر معين أمر معين ليس سمير جعجع بركي الجنرال عون وأبدأ صالح معه بركي ملحم وإبراهيم بركي أوقات كتير يعني ظروف معينة بتساعد على أنه أمر ما الإنسان كان عم بفكر فيه تم بوقت معين. طبعا في موضوع رئيس الجمهورية مطروح، ما بخفيك انه بلش الموضوع بهالنقطة بالذات. هلا بس بلش بهالنقطة بالذات كيف يعني بلش بهالنقطة؟ بلش بموضوع رئيس الجمهورية انه ايه انه مين بيتخلى في رئيس الجمهورية ايه؟ تعطوا نشوف شو بنعمل فيها، وبلشنا المباحثات. هلا شوي شوي صرنا نفوت بأعمى من موضوع رئيس الجمهورية. هلا في البعض بيعتبروا شو أعمى من موضوع رئيس الجمهورية؟ الموضوع رئيس الجمهورية أهم موضوع. لا مش مزبوط، موضوع رئيس الجمهورية مهم جدا جدا، ها بس خليني اجرب اعبر عن وجهه نظري شوي صغيره. لك انا المعادله بالنسبه لاستاذ مرسال كيفيه، اذا تفهموا التيار الوطني الحر والقوات تقريبا، خليني اقول طبعا اذا اجى رئيس جمهوريه قوي بيكون كتير منيح، بس حتى عم بحكي نظريا استطرادا كليا، لو ما اجى رئيس جمهوريه قوي اذا هن متفاهمين خلاص، يعني كل اللعبه صارت ملقوطه من مطرح ما لازم تكون ملقوطه فيه. انا برايي اهم شيء فينا نعمله انه يصير هالانسجام او نكفي باللي عم نعمله تنتوصل يصير في تحالف جدي فعلي، تحالف جدي فعلي. بس طبعا هون بدنا نقطع محيطات كبيرة بالسياسة مثل ما انت شايف، هذا الاساس يلي برأيي بتنقطع. ليش؟ لانه الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات منه لاسباب عقائدية ولا ايديولوجية، متحرك لاسباب سياسية وتموضوعات معينة. طب موضوعات مش استراتيجية خيارة بلا، بس برضو مش لأسباب، مش انطلاقا من نقاط اختلاف عقائدية أو ايديولوجية. هونيك ما بعيش فيك تتفهم.
بس وقت اللي بتتخطى هيداك البحث، حتى لو انت مثلا عندك حسابات استراتيجية مختلفة، هيدي كلها بتنردم. انا بقول هيك، اذا قدرنا كقوات لبنانية وتيار وطني الحر نتفهم، على اننا نتفهم مش هيك، وكل موضوع من المواضيع نجرب نتفهم عليه مسبقا. هلا نحن عم نستلق حالنا من كتير بعيد، اذا قدرنا توصلنا لهيدي كل المواضيع الثانيه بتصير تحصيل حاصل. خليني اقول كيف كان المواضيع. رئيس الجمهوريه ولا تعيينات ولا غيره ولا قانون انتخاب ولا قانون انتخاب ولا غيره ولا اختياره. هلا بهالاربع اشهر بقول لك شو عملنا، العالم وين صاروا وشو عم بيعملوا مش مزبوط. اول شيء اللي عملناه افترض المناخ كمناخ، عن جد في فرق بالمناخ بالمجتمع، عن جد عن جد انه الناس مرتاحين، الناس مرتاحين بالاحصاءات 90% من الناس المسيحيين بدهم هذا المصطلح، بدنا وشاك عظيم. بس مثلا نحن عم نشوفها بالجامعات من شيء شهر للاسف، واشكال بين طلاب من القوات وطلاب من تيار وطني الحر، نحل على مستوى مصلحه الطلاب لوحده اللي بالعاده هيك ما تقوم القيامه ويركضوا على وسائل الاعلام الفريقين ونبلش نشوف كيف بدنا نشهر بعضنا. هلا لا صارت عم تنتهي بهالشكل. بس تكفي لك استاذ مرسل، رجعنا في ورقه اعلان نوويه ان شاء الله بوقت مش كثير بعيد، بوقت قريب لبل انه بتبين على الناس. صحيح اعلان نوويه بالمبادئ الكبرى بس كنقطه انطلاق لا باس فيها، بيرجع في موقف عملي اتفقنا عليه اللي هو انه قانون انتخاب وقانون استعادة الجنسية، الشغلتين يلي بتعرف قديش الشارع عنا بتعرف قديش الرأي العام بيطلبهم بالوقت يلي على المستوى الوطني كمان مفيدين جدا جدا على المستوى الوطني. فاتفقنا على انه ما مروا على اي جلسة تشريعية قبل ما يكونوا هالموضوعين على رأس جدول اعمال اي جلسة تشريعية. بس معطلين البلد يعني انه انت يعني عم اجواء الرئيس بري انه كان مطلوب انه انتو تجروا انه عم ياخدكم جنرال عون عم يلعبوا، كانوا مراهنين انه انتو تجيبوا الجنرال عون عم يلعبكم، اخدكم جنرال عون عم يلعبوا لك بالعادة تابع بدقة، وبالعكس الرئيس بري رئيس بري انتظرنا من عون نجيب قوات على ملعبه، راحوا اخذوه على ملعبهم. انا مش هيك قريت، شوفها مزبوط استاذ مرسل. بس على كل حال بدي اقول لك ايه، ان شاء الله يعني حيرتونا استاذ مرسل، اذا ما اتفقنا بتقول ليش مش اتفقنا، اذا اتفقنا بتقول حافظ على استقلاليتك كمان مش طبعا يعني. لا لا يعني طبعاً الخوف طبعاً. انه 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 ياخذكم الجنرال عون باتجاه هو استاذ مرسل ما انا مشكله مش قانون انتخاب مش شو بدك بقانون انتخاب مثلا؟ قانون انتخاب جديد نحن بالنسبه لنا هو القانون اللي اتفقنا نحن اتفقتوا عليه، بس هذا غير القانون اللي بده اياه الجنرال عون. ما بيهم، المهم اتفقنا على انه ننجز قانون انتخابات جديد غير قانون الستين. ما هو قايلين وما وقفكم، انت عامل بدك عم تحكي بقانون انتخاب وهو عم بيحكي بقانون انتخاب، شو اللي بيجمعكم؟ استاذ مرسي اللي بيجمعنا ضروره ان ننجز قانون انتخاب جديد. طيب دكتور جعجع شو ضروري انك حيوا بالقصه كلها يا ترى؟ لا انا عم نسال قانون استعاده الجنسيه هذا قانوننا كلنا سوا، يعني لا قانون انتخابات جديد هو قانوننا وحدنا، قانوننا والعونيين بدهم قانون انتخاب جديد ولا قانون استعاده الجنسيه. بس شو الجديد بمساله قانون الانتخاب؟ عفوا دكتور جعجع، طالما انتوا عم بتقولوا نحن عندنا قانوننا هو بده يقدم قانونه صح؟ هلا يمكن نرجع نتفق على قانوننا شو يعني او يمكن نرجع نتفق على قانون ما بما لا يتعارض مع اتفاقنا مع تيار المستقبل والحزب الاشتراكي. اللي بيفرق على انه اتفقنا نعملها اولويه بالوقت الحاضر الخروج من قانون الستين. مش اي قانون انتخاب بينكم وبينهم مختلف بيخلفكم عن جديد لا مع بعضكم؟ لا ما متفقين عليها انه ما بتختلفوا مع بعضكم اذا كل واحد تنافس بقانون انتخاب مختلف. لا عظيم، هاي اللي عم لك ايه عظيم كتير. بس انت كل القصة منك حبيبها ما بعرف ليه انا عم زدت علي لا ما انت انا عم بكون واقع يا دكتور، انا خيفين هذه الصورة يا دكتور جعجع تحول الى صورة زائفة مركبة انت والجنرال عون، الصورة التذكارية كنت ياخدوها بس للتاريخ انه صورة انتظروها اللبنانيين، اخر شيء تكون فيك لك. عفوا على التعبير. لا يا استاذ مرسل لا انت متشائم اكثر من اللزوم اليوم، ان كان بما يتعلق بمصير المسيحيين او بامير جبهة النصرة. انا جزء بمدرستك دكتور جعجع بهذا المجال. استاذ مرسل عفوا بالعكس انا على طول متفائل. نعم بقى لا مشان هيك عم بياخد الشغل هالوقت. نعم. انا بعتبر اللي انجز بهالاربعة اشهر كتير مهم بخلاف يمكن ما اللي يعتبروه البعض، والطريق قدامنا بعدنا عم نكفي. طيب يعني حجره ورا حجره ورا حجره عظيم. ورا صوره العماد عون مع السيد نصر الله ودفاعه عن بطولات الحرب القلمون ايه بتخليك تكفي هذا؟ ايه بتخليني كفي. ما اللي بتاخده على ملعبك؟ اذا جرب بكل صراحه واذا بدك مثلا. نعم. يعني هون بتقول لي وين بعدكم هون في خلاف كبير. طيب هاي الخيارات السياسيه عم نكفي يعني قديش ما انا عم بقول لك قدام الناس عم نكفي. عم بتكفوا قبل اعلان النوايا قصدك تقول؟ من بعد اعلان النوايا. اعلان النوايا شو بده؟ اعلان النوايا مصبح مسا. شو يعني مصبح مسا؟ ما انك عايش كتير بالضيعه.
يعني بين يوم والتاني منعلنه مننشره هيدا بيكون نفس الوقت دكتور جاجة مع لقائك مع ميشيل عون او لا؟ مش بالضرورة عم نشوف كيف يعني. بس هلا ترتيبات العملية بنعتبر انه انهينا اول مرحلة، هل بنبلش بالمرحلة التانية؟ المرحلة تتضمن شو؟ نقاش حول هذه الاستراتيجية. تمام، نقاش حول السياسات الحالية. ايه مثل هيدي مثلا خيار الرياض، خيار طهران. لا استاذ مسيل، لا خيارنا خيار الرياض، مو بعتقد انه خيار الجنرال هو خيار طهران، خيارنا اللبناني بامتياز. بس ايه عندنا اصدقاء كثير نحن بالرياض. كيف وضعك مع القيادة الجديدة بالسعودية؟ منيح. عندك علاقات؟ طبعا. يعني امبارح عم نقرا حديث بمقالي بالكلمه اونلاين بما معناه انه هل قد عندك موني يعني على محمد بن نايف وانه راح يصير سعد الحريري حليف الحليف، وبما معناه انه انت عندك موني على السعوديه والسعوديين عندهم موني عليك اكثر من سعد الحريري. مش لهالدرجه وصلت. لا 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 ما ليش ندها ايش. انا فيني اقول انه عندي علاقه كثير طبيعيه مع المملكه كدوله، مع كافه المسؤولين والامارات يلي تعاقبوا على السلطه بالمملكه، بس مش اكثر من هيك. هلا بهالسيه بدي اقول شغله عم بصير في كثير، ومش من قبيل انه انا عندي اصدقاء بالرياض. ومثلا شوف هيدي بني هلالين، شوف شخص ماروني بلبنان كل العالم بيعرفوه قد شو ماروني، شوف قديش يعني عمل علاقات مع الرياض. وطبعا يعني طرحي معروف انا من 40 سنه لهلا نفس الطرح. طيب بس بسياق اخر بدي اقول لبناني عادي انا موجود. خيي مش مقبول الهجمات اللي عم تصير على المملكه، عم بحكي جد مش مقبوله. خيي في مصالح كثيره بين لبنان والمملكه، بس حدا يقول لي مشان شو هالهجمات؟ ليش بتسبوا ايران؟ ما هو مين عم يسب ايران؟ ما حدا من بتطلعوا بتحكوا عن ايران وخير ايران. نحن عم نحكي انه ايران كان بدها تدمر قبر النبي ومدري شو عملت وشيرت وحطت وطلعت ونزلت. كله مشان اليمن. ليش مشان اليمن؟ باليمن لانه كان في رئيس اسمه علي عبد الله الصالح، صار في ثوره شعبيه طويله عريضه من ضمن الحوثيين صاروا عليه، رجعوا بعدين تفاهموا هنويه اخذوه على ايران، زبطت القصه مشان بدنا ندمر علاقتنا مع المملكه العربيه السعوديه. ما بيسوى استاذ مرسل، في شيء عم بحكي جد على المستوى الوطني العام ما بتسوى. خيي ما قل لي انت بكل صراحه، انا زلمه كثير صريح، قل لي ايمتى المملكه عملت شيء يعني غلط مع لبنان او شيء سيء مع لبنان؟ لا جد قل لي. إذا عملت خيانة أول واحد ضدها بهالأمور ما في مزح. دكتور جعجع، هل بالعودة لموضوع التفاهم، يعني كم سؤال بموضوع التفاهم قبل ما أدخل، يعني كده أسألك أكثر عن موضوع المسألة الانتخابية مثلا، إذا ممكن بكرة يوتركم هذا الموضوع مع سعد الحريري، أبدا تحسوا عم يحسكم عم تعملوا تكتل بوجهه، أبدا أنه تعتبروا التمثيل المسيحي صار أنتم ملككم أنت وميشيل عون، تتحكموا فيه لوحدكم، نوابكم لوحدكم، يعني هذه مسألة دقيقة ينظر للفريق الاخر اللي هو حليفكم. في مسار طبيعي للامور، ليش على طول ناخذها بشكل سلبي؟ انه ايه طبعا قوتين كبار اذا اجتمعوا بخوف وعملوا تحالف انه طبيعي يطلعوا انه قوه كثير كبيره، ما بتصور حدا رح يزعل. ثاني شيء بدي اقوله انه بهالسياق خيي مش نحن لا بدنا نلغي حدا، بالعكس كل اصدقائنا وبدنا نحافظ على الكل، بس ما بدنا نعمل قوه تاثر بالاحداث بلبنان وجد للمصلحه الوطنيه، لانه كل شغلنا خليني اقول تحت مظلة الطائف، تحت مظلة الدستور. طيب بما يتعلق بسعد الحريري، تما ينشغل بالك كتير استاذ مرسيل، انا وياه تبادل كل يوم بتخبره يعني شو عم بيصير. ايه طبعا بحكي انا وياه شو عم بيصير. مثلا وقت وصلنا على قصة انه قانون الانتخابات وقانون الساعات الجنسية، بكل صراحة قانون الانتخابات متفقين عليها ما في اي مشكلة، قانون الساعات الجنسية سعد الحريري كان عنده كلمة واحدة قال لي ليك سمير القانون اللي بتشوفوه انتم مناسب اعتبر انا ماشي فيه، بس انتبهوا انه يعطيكم اللي انتم متأملين منه ان شاء الله. حكي هل سيد الجنرال يعتبر ان لا لزوم للقاء مع سمير جعجع اذا لم يقترن بتأييد ترشيحه للرئاسه؟ غير صحيح. عظيم. بمقالي لكلير شكر بالسفير 20 شباط 2015، من سينتصر في عقل سمير جعجع؟ اللقاء بين ميشيل عون لن يحصل اذا لم يتقبض الضيف القوانين كلمه لقواتي لكلمه سري ليضع يده بيد المضيف ويسيران سويا الى البرلمان للتصويت لميشيل عون. يعني تروح صوت له، ما بيمشي هذا التفاهم غير ما تروح تصوت له. كثير شكل عم تقول هيك بين ماشي قبل ما نوصل لهون. شو هل تنتخبون ميشيل عون رئيسا اذا التزم سياسة معراب؟ والله للبحث الجد يا سعد لانه كل المشكلة سياسية طبعا مش شخصية، كل المشكلة سياسية. تطلع من تمك كلمة مبروك لميشيل عون إذا وإذا 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 وإذا. أقول لك شغلة،
انه طلعت مبروك لرئيس سليمان مصر اللي حصلت له مبروك. انا شاكر ربي اللي قبله ما طلعت بانه ليش لما تطلع للجنرال عون في حال انتخب هو رئيس الجمهوريه. بس بما يتعلق فيها نحن عم نشتغل يعني في كتير لا. امور بدها بحث بدها بحث. بس مثل ما قلت نحن مثلا انا قصت انه حزب الله في دول محافظ على سلاحه طالما في حرب بالشرق الاوسط لا ابدا مش ماشي فيه ابدا 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 بالعكس يعني هلا لازمنا دوله قويه. عنوان الواقع المسيحي من يرث عون الامر ليس بصلب عقلك يا دكتور جاجة. ليش يا اخي مستعجلين على الزلمه؟ الله يطول بعمره بس اخر شيء الاعمار بيد الله واخر شيء سنه الحياه. صحيح بيعقلك دكتور جاجة ليش عم تحرجني معه؟ لا هذا سؤال طبيعي. بعقلك دكتور جاجة ان ترث ميشيل عون بالسياسه؟ يعني بتصور هذا طموح اكبر بكثير من الواقع لانه عون عنده بعد عمر طويل عنده كتار تيرسوه. مثل مين؟ كل القيادات بالتيار الوطني. مين بتحبس تتفاهم معه انت؟ ما انا ما بدي اسمع بهذا السياق ما زالك عم تحكي بال... أنا هل تعتقد ملحم رياشي ملحم صار عند جنرال عون؟ لا وابراهيم كنعان عندك؟ لا كل واحد هل تعتقد يعني تعاملك مع سامي الجميل الآتي إلى رئاسة حزب الكتائب في 14 حزيران سيكون أصعب أو ألين من تعاملك مع الرئيس الأمين الجميل؟ ما بعتقد رح يكون في شيء متغير. ما بعتقد يعني بعتقد رح تكون. كيف كان مع أمين جميل؟ عادي مثل أنت شايفه. ما بعرف أنا مش شايف بديك. كيف جرى؟ لا جواب يسوعي جدا دكتور جاجة. مع الشيخ أمين غريبة العلاقة. طبعا العلاقة صار لها 40-45 سنة فيها كتير أبس وداونز. مش أبس وداونز بمعنى أنه أبس وداونز أنه أول شيء علاقة كتير 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 قوية بس بذات الوقت كل يوم يمكن يكون فيها 100 خلاف تلحقني كيف؟ بس بذات الوقت قوية قوية قوية. كيف؟ أكثر شيء شبهتها أنا مثل زلمي ومرته أنه علاقة زواج مربوطين ببعضهم وكل يوم في 100 شريعة بقى تكون واقع يعني هيك بقول. هلا مع سامي ما بعرف صراحه بس بتصور انه هيك رح يكون. يعني متى اعلان نيات اعلان نوايا مع تيار المرضي؟ يعني ست ريدا جاجة كانت تتصل وتتواصل هي ويسعد كل وقت مع بعضهم بموضوع حادث الظهر العين بس فينا نشوف حتى مؤخرا من شي شهر بتصور حكيت مع سليمان فرنجي بالذات عشان موضوع ظهر العين. صحيح قلنا سليمان فرنجي على الهواء وكان الجو ايجابي جدا والفريقان عم بيحطوا كل جهدهم عمليا القضية انت عمليا فيني اقول لك انه يعني العلاقة صارت طلعت من 70 تحت الصفر صارت هلا علاقة عادية. هلا امتى رح تطلع ما فوق العادة العلاقة هيدي يعني بيد الله انتظار. لا مش بيد الله يعني شوي شوي بس فيني اقول لك انا شخصيا جديا كثير مرتاح للعلاقه بالوقت الحاضر مثل ما هي واللي منعكسي على ارض الشمال. سؤال اخير بهذا المحور عندي خمس دقائق بعد عندي بريكين اعلانيين بس كثار عم بيتخوفوا هذا التفاهم بينك وبين ميشيل عون يرجع يكرر ثنائيه القوات عون تبع التسعينات. ليش كان في ثنائيه قوات عون بالتسعينات ولا كان في خلاف القوات عون؟ شو بهون يا عمي؟ انه هو شيء تكريس ثنائيه لالغاء الاخرين. لا عظيم. بريك اعلاني ونتابع. بالبوفي اللبناني الفرنسي منحب دايما نقدم لزبايننا احلى المفاجآت لهيك دوبلنا عدد الاميال يلي بترحب بكل مشترك ببطاقة اير فرانس كالان بانك ليبانو فرانسيس بين 15 ايار و 30 حزيران ليوصل عددها لل 10,000 ميل بالاضافة لباقي مزايا البطاقة. في الف طريقة من ساهم فيها بطموحاتكن هيدي وحدة منن. I've seen so many instructors and this one is the best. شفتوا حالكم منين؟ نحن جماعة بنآمن برشائد فيولات. يلا ردي؟ مدام فيولات جاي رشائدها من شو بتاكل؟ شدي حماتي ايه انا اخترعت للزومبا. الو شاكيرا كل القصة انه انا بعرف شو عم باكل. صدر حبش لفيارة وما بغير. انا اخترت دوبيزل تبيع لي سيارتي لانه ما في اسهل منه. تفتح دوبيزل ابليكيشن وبتحط الصورة اعلان بدون مصاري وبدون عمولة وبتاخد المصاري من الشركة كاش. تسلم حبيبي
مول مثلي وبيع سيارتك على دوبيزل رح توفر مصاري دغري. على دوبيزل البيع صار هيك. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. بيروت كانت وتكون رحلة فنية عبر الأزمنة. تحية حب لبيروت الحرية والإبداع مع نخبة من نجوم المسرح والغناء ليلة ختام مهرجان ربيع بيروت. إشراف فني إيفان كاراكالا، شعر طلال حيدر، عزف بيروت سيمفوني أوركسترا بإيادة المايسترو هاروت فازيليان. لقونا على ساحة الشهداء 6 حزيران 9 المساء. الدعوة عامة. ليش يا مامي عيونك هيك تعبانين وسرنين؟ ما في شي مام، عندي جارد الليلة لعبكرة. قومي اعملي ركوة نجرار تهدي الليل كله. This is the real coffee, not like yours. شو بكينا قهوة اللي انتو بتعملوها؟ I love you mom. اوه صبين لها فنجان قهوة ترى رح نحكي مع البنت. كيفك حبيبي؟ Hi dad. عملت فحوصات دم بدي فرجيك اياهم. ما كيف بدي اشوفهم هيك على السكرين؟ بعث لي اياهم فاكس بس توصل على الاوفيس. فاكس؟ هلا ببعث لك اياها واتساب تأكد. واو باب واتساب فاكس. كل فحوصاتك بجننوا مثل ابن 30. اذا اخذي لي اياه بعد وغير شيء انا مش قادره هديه. وين في لبناني؟ في نجار. Emporio Ceramico. Inspired by the powerful forces of nature. A world filled with beauteous wonders. Emporio Ceramico. كميل شمون بولفارد هداف. هاي انا بارني. تعال معي. ساعدني نلاقي الطريق. بارني وجبة خفيفة بتحتوي على مكونات مثل القمح، الحليب والشوكولا وخالية من الألوان أو المواد الحافظة. بارني ينمي حب الاستكشاف. ممكن الحل لبشرة مثالية يكون مكون من الزيت؟ جديد إكسترا أوردينيري أويل من لوريال باريس، 8 زيوت ثمينة بتركيبة غير دهنية. الصبح 3 نقط على الوجه بتصير بشرتك مشرقة، بالليل استعمليه كمساج على الوجه لبشرة ولا أنعم. استعمليه على المناطق الناشفة لتغذية ولا أروع. جديد إكسترا أوردينيري أويل من لوريال باريس. وهلأ اكتشفي كريم إكسترا أوردينيري أويل بتركيبة ناعمة وغير دهنية لبشرة مغذية ومضيئة بشكل استثنائي، لأننا منستحقه. الجلسة الحلوة، هالخلطة الحلوة، هالضيوف الرائعين. أورانج يا غازية. المي ما لازم تكون عم تغلي. تتجرأ تتحداني أنت وقاعد قدامي. عبود مو ليلي في فضايح. الوردة هي رح أعطيها لإلسا. تشرب كسانة ثلاثة ما بتعطى الهم. أحلى جلسة مع طوني بارود 3:10 المساء على الـ LBCI والـ LDC. يعني الوقت عم بيدهمنا، عنا 3 دقايق لهالمحور، 3 دقايق لاخر محور بيصلن بريك اعلاني. كان مفروض نحط يعني تقرير مع الي داغر لنال الصحفي الزعبي بكان عن فيلم القصير وهو يشرف لبنان ايضا، سنؤجل الاسبوع المقبل مع توجيه اعتذار له وتحيه له. دكتور جعجع، موضوع يعني التعيينات الامنيه، هل صحيح يعني حضرتك لمحت لنا عليها انه انت اخر شيء مع التمديد لقادة الاجهزة الامنية ومع التمديد تحديدا لجان قهوة؟ لا استاذ، مش هيك انه مش مع او ضد. اذا نتف صغيرة بدنا نشوف الوضع بالوقت الحاضر. نعم. انا شخصيا بغياب رئيس جمهورية، يعني مش ماشي غياب رئيس جمهورية، يعني حتى مش مدير عام قوى امن داخلي، انا مع على انه نعالج الامور بشكل استثنائي مثل ما هو الوضع استثنائي بالتكليف، يعني او نمدد له بالتمديد. طب ليش شو اللي بيمنع؟ لانه 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 ما في رئيس جمهوريه موجود. شو انه عينته غير تعيينات؟ شو القصه؟ إيه؟ مش القصه كلها. هلا عم بحكي ممكن، هلا بتقول لي ايه اوكي، ولو رئيس جمهوريه غيب خلينا نعين مدير عام في القوى الامنيه، كمان ما عندي مانع. بس بذات الوقت بيجي بتطلع بشوف انه هلا بدك ثلثين مجلس الوزراء مش انت تقدر تعين مدير عام قوى امن داخلي او قائد جيش. اوكي، انه برايك رح تقدر تجمعهم؟ اذا قدروا يجمعون انا ما عندي مانع.
ما في مشكله بهيدي. بس برجع بقول لك هون في عنا قصه الفراغ بسده الرئاسه، يعني مثل كانه اذا في رئيس ولا ما في رئيس الامور ماشيه وكان شيئا لم يكن. على النقطه الثالثه في حال ما في حال قدروا تخيو اوكي ما لنا مشكله، مع انه انا بحط علامه استفهام بما يتعلق بفراغ الموجود برئيس الجمهوريه. هلا اذا هي ما زبطت وهي ما زبطت ساعتها بيستنسبوا بيشوفوا شو يعني بيستنسبوا، يعني ليلى انت اوفت ملح مريشي الى نهاد المشنوق، يعني بامور اخرى ما لها علاقه بالتعيينه. طيب اجى لعندك نهاد المشنوق وحكيته بموضوع التعيينه صحيح. طيب اخر شيء انت شو قلت له؟ بس خليني اقول لك، انت بتقبل انه اخر شيء يكونوا مثل ما عم بقول لك سنة والشيعة مستلمين قوى الامن والدرك وانتم ما عندكم محل، او بتقبل بالعميد كيوان؟ تفضل روق لي بالك شو صغيري. مثل ما قلت لك انا بالمبدا بغياب رئيس الجمهورية بفضل ما يصير تعيينات. هلا اذا قدروا اتفقوا بده يصير تعيينات بصير تعيينات مثل ما لازم يكون، يعني ما حدا رح ياخذ من درب حدا. طيب اذا ما قدرت صارت التعيينات على سبيل المثال للحصر، يعني افترض بقوى الامن الداخلي يا بتاجل تسريح اللواء بصبوص يا انه بيجي العميد مظلوم. انا طبعا عندي كل احترام للعميد مظلوم ما عندي اي مشكله، بس انت بالظرف هلا مثل ما هو بتجي بتجيب حدا بالوكاله يلي عارف حاله انه ما بيعرف بين يوم والتاني بيترك المركز، ما عنده تجربه المركز والوضع مثل ما هو، او اللي موجود بتخليه يكفي شوي صغيره تكن انتخبنا رئيس جمهوريه، مثلا بياخذ قياده الجيش. مثلا اذا بدكش انت تاجل تسريح قائد الجيش، مين الضابط الاعلى رتبه اللي بده يجي؟ القعقور العميد. لا، عميد حسن ياسين. العميد حسن ياسين مثلا. طيب بتجيب العميد حسن ياسين ولا بتخلي العماد قهوجي اللي صار له 6 سنين هلا 7 سنين بيعرف صار بيعرف كل شيء؟ مع احترام للعميد ياسين يعني. طبعا مع كل احترام للعميد ياسين، مش عن قله كفاءه ولا شيء يعني. يعني هاي الاسئله العمليه مطروحه. طيب شو اللي بيمنع تروحوا على تمديد على تعيين؟ ما ابدا، اذا بدهم يروحوا فيهم يروحوا اوكي، ما في مشكله. شو حقيقه موقفك من شامل روكوس؟ هل من شامل تعود معه الى زمن التسعينات ولا نتفه تستعيد معه ذاكره الحرب؟ عندك ما اخذ عليه شخصيه؟ ابدا شو؟ ولا نتفه. على كل حال ثابت من شهر تقريبا كان فريد مكيري عندي، كنا عم نحكي الموضوع، كان شايف قلت له يوصل له مباشره. نحن هديك الماضي مضى، لكن نحن وين بوقت الحاضر؟ عيب نرجع نحكي هونيك، وبالتالي ما في شيء من رواس الماضي. جل ما في عم بعطيك رايي كسياسي من كل اوجهه. بس ماذا سيفعل الجنرال ميشيل عون اذا جلسه التنين مرت و يعني انفجر مش وزراء بعد بريك الأمين؟ أنا مين؟ شكلي حلو، قلبي طيب، والكل بحبني. احذار على www.anamin.com لفرصة ربح جايزة بقيمة $3,000، السحب في 2 حزيران 2015. بالبوسي اللبناني الفرنسي منحب دايما نقدم لزبايننا أحلى المفاجآت، لهيك دوبلنا عدد الأميال يلي بترحب بكل مشترك ببطاقة إير فرانس كالأم بانك ليبانو فرانسيس بين 15 أيار و 30 حزيران ليوصل عددها لل 10,000 ميل، بالإضافة لباقي مزايا البطاقة. في 1000 طريقة من سهم فيها بطموحاتكن، هيدي وحدة منن. هلأ بالتي أس سي في أكثر من 200 صنف بنص حقهم، 2 كيلو سكر ب 1550 ليرة، 4 تونة بالزيت 185 جرام ب 4250 ليرة، مطهر ومعقم 500 مليلتر ب 1750 ليرة. بالتي أس سي في كل شيء. في هذا العدد من مجلة لها أحلام، امرأة قوية ومغرورة تتحدث عن مجوهراتها. هذه ليست أنا. زها حديد، نجحت لكن المعركة كانت طويلة. مواهب عربية في عالم الجواهر. عبد الحسين عبد الرضا، قلبي حديد والندم لا يؤثر فيا. أزياء الصيف الراقية أوت كوتور، هدية مع العدد ملحق جواهر وساعات 2015. وأصبح للمرأة العربية مجلة. The world's number one bourbon, Jim Beam, is making history again in 2015 with the biggest Lebanese rock music festival ever. Jim Beam Rocks, the music festival. Saturday, July 18th at La Marina, Dubai. Guest starring this year's edition, rock legend, Deep Purple's and Black Sabbath's bassist and vocalist, Glenn Hughes. In addition to Lebanon's hottest rock bands, Jay Wood, Mean, Ecleo, Ruby Road, Roswell, Banana Elephant, Jim Beam Rocks, the music festival. This is
is how Jim Beam makes history. How will you make yours? تقدم لك رويال القدرة على التداول بآلاف المنتجات المالية عبر أسواق متعددة. سنوات من الخبرة متوجة بجوائز عالمية وغنى في تحليل الأسواق المالية مع مساعدة شخصية من قبل خبرائنا. استثمر بنجاح. استثمر مع رويال. جايين؟ جايين يا أرض الجبل جايين، اشتقنا الجبل ميح الجبل صنطير، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وأحلى جديد، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان. سبع أناني إصدار خاص من ألماظة. أهلا ببنتي، أهلا بالبنت الكل على القلاصطة. عندي إلك خبرية كوالد، فاضي جاهز؟ طيب وإذا عرفت إنه جايين يا عريس، إيش بتعمل كوالد؟ إبر رجتين الأموت؟ لا 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 إيش والدي؟ بسمة وطن، الجمعة بعد الأخبار على الـ LBCI والـ LDC. نتيجة سؤال طرحناه عبر الويب سايت هل أنت مع انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، 76.6% بيقول نعم، 24 بيقولوا كلا. دكتور جعجع، ماذا لو جنرال عون يوم الاثنين يعني قرروا وزرقوا الاعتكاف؟ يعني ما بتعتقد انه رح تتحول هذه الحكومة اكثر فاكثر الى حكومة تصريف اعمال، وخاصة انه رح يطل بعنوان له علاقة بالوضعية المسيحية الجنرال عون، مثل ما قال بحديثه على OTV أول تمبارحة، مسألة الوضع المسيحي، مصادرة القرار المسيحي، عم بيحطوا عم بيجيبوا القادة الأمنيين هنا عم بيفرضوها، وهذا يعني يلوم جمهور. أنا بعتقد يعني الجنرال عون بيحسب أكثر مما البعض بفكروا أنه بيحسب. هلا صحيح يعني عنده رغبة كبيرة بما يتعلق بالتعيينات الأمنية، وأكيد أنه رح يعني يساعد بهالمجال، بس أنا بتقديري بياخد بعين الاعتبار كمان وضع البلد ككل. أنا هذا تقديري الشخصي، وضع البلد ككل، بس حلفائه واضح مش ما بدهم يفجروا الحكومة وممكن يعتكفوا معه، يعني بياخدوا وضع بشكل أنه تضل الأمور تحت السيطرة بتقديري. طيب جنرال دكتور جعجع، جنرال عون سمت من يقول أنه عم ببلشوا يفضلوا أو يفضلوا بين قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية، تفضل تنازل عن رئاسة الجمهورية تنعطيك قيادة الجيش. سمعت بهذا السيناريو؟ سمعت. أنت مع هذا السيناريو؟ سمعت بهذا السيناريو. أنا شخصيا مع فصل الملفات، مش على طريقة سماح المملوك يعني، لا نعم، بس مع فصل الملفات. ملف رئاسة الجمهورية لوحده باستحقاق اللي بيستاهله، ملف قيادة الجيش نفس الشيء، شو العلاقة هاي بهاي؟ أنت مع الخطاب التيار الوطني الحر اللي بيقول عن مصادر الدور المسيحي منذ الطائف إلى اليوم؟ أيام الوصاية استبعدت الأحزاب المسيحية الكبيرة، نعم، حتى الشخصيات المستقلة استبعدت، ولكن مما بعد أدى إلى فراغ، مما أدى على أنه إيه مزبوط يعني ما يكون في حضور مسيحي قوي بالدولة. بس من 2005 لهلا هذا دورنا نرجع الحضور المسيحي، دورنا نرجع الحضور، اي صح، ولكن هو يتم تيار مستقبل في هذا الموضوع. ليش تيار مستقبل واحد وليش الباقي؟ ما حدا بيشكي من شيء، يعني حزب الله بقول لك شغله، مثلا يعني اثنين يتناوبون على وراثه الدور المسيحي. بيني وبينك الكل مدير، يعني مثلا مدير العام للامن العام، بتذكر مين كان اول مدير عام على الطائف؟ ريمون روفيه. وكيف نطت صارت مطرح ما صارت هلا؟ تنقول مع احترامنا اللي وقع بس ابراهيم طبعا، نعم، غير شيء هذا للشخص كشخص. فاذا بس ينخلق فراغ، واللي خلق الفراغ صدرت الوصايه، الكل بيركضوا انه يعبوا هالفراغ. دكتور جعجع، السؤال الاخير، لوين شايف رايح الامور بالاشهر المقبله؟ مأزق رئاسي مستمر، حكومه تقريبا معطله، رح تبقوا تتفرجوا هيك؟ هلا اذا بدك جواب مزبوط، بدك تبطل تعمل علي ارهاب تنقدر نجاوب مثل ما لازم. ارهاب الوقت، ايه بالوقت طبعا. ماذا وقال بنا نسجلك على حساب امير جبهة النصرة. كيف يعني؟ وين رايح الامور على مستوى المنطقة؟ انا برأيي الاحداث يعني عم تتسارع، صار في نوع من توازن القوى،
ممكن يكون لها تأثير على الوضع بلبنان، بس مش قادر حدد من هلأ بأي مدى من الوقت وبأي شكل من الأشكال. بالداخل للأسف ماني شايف هلأ ممكن قصة رئيس الجمهورية تتحرك، بس انه عم نشتغل وراح نكفي نشتغل، بركي ممكن يلتقى شي مخرج ما. بما يتعلق بالباقي ماني قلق على الوضع الداخلي، مثل ما هو الجيش ومثل ما هي الأجهزة الأمنية، مش هناك كتير مهم انه ما نلعب كتير بالوضعية الداخلية. استقرار مثل ما عم بيحكوا الأمريكيين. صحيح. حتى صحيح. سمير جاجة رئيس حزب القوات اللبنانية، أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة الليلة الكبيرة عبر كلام الناس، أهلا وسهلا فيك، ويعني إن شاء الله نتلاقى بعد رمضان بتكون الأمور كمان بوضعية مثل ما عم تحكي فيها. بدي أختم بتحية لوادي قنوبين لإضاءة عليه بدعوة من الهاني طو زميلي ريما رحمي، مجموعة الإعلاميين جوري بالواد المقدس، كي نعرفه ونحبه أكثر. تصبحوا على خير. بوادي